صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. بنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. بس خلينا نرجع مع حضراتكم كده شويه لورا، 2019 وقت ما اعلن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين مبادره حياه كريمه. كلنا من وقتها بنسمع عن كم المجهودات اللي قامت بيها مؤسسة حياة كريمة، كم المجهودات اللي موجودة في كل القطاعات واللي بتقوم على مشروعات مختلفة في مختلف المحاور زي الصحة، التعليم، السكن الكريم وغيرها. لكن في محور مهم جداً بتهتم به مؤسسة حياة كريمة بشكل خاص، وهو المحور الاجتماعي بكل أشكاله بقى، ندوات تثقيفية، دعم غذائي لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، تأهيل للسيدات في مجال الحرف اليدوية، تجهيز العرائس، كل المجالات المرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر وبأحوالهم كمان الاجتماعية يا مصطفى. صحيح يا جمانة، ده حقيقي. بالمناسبة امبارح كان في احتفال كبير على المسرح الروماني في كورنيش النيل بمحافظة المنيا. الاحتفال ده عملته مؤسسة حياة كريمة ل100 عروسة تم تجهيزهم وتوفير كل احتياجاتهم علشان تكمل فرحتهم وعلشان يبدأوا حياة زوجية سعيدة. علشان كده بنقول إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مش بس بتشتغل على توفير الخدمات العامة أو تطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري، ولكن هي كمان أيضاً عندها مسؤولية اجتماعية كبيرة ليها علاقة برعاية الجوانب الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً في قرى الريف المصري. صحيح يا مصطفى، يمكن على مدار سنين كتير قوي فاتت كنا بنسمع بالفعل عن كل الجهود دي أو كل الخدمات دي اللي بتقدم لأهالينا اللي موجودين في القرى يمكن البعيدة اللي كانت مهمشة في وقت من الأوقات، لكن بتبقى من خلال المجتمع المدني، ناس بتساعد، جهود كلها جهود ذاتية، جهود زي ما قلت لحضراتكم مجتمعات مدنية، لكن فكرة إنه يكون هذه المجهودات هي جهود دولة دي نقطة مهمة جداً. أحياناً مؤسسة حياة كريمة عملت مبادرة كمان مهمة جداً اسمها وصل الخير. المبادرة دي بيشترك فيها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وبتشتغل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توزيع الصناديق الغذائية، الدعم الغذائي على الأهالي. وحقيقة كمان من يومين كانت المبادرة دي موجودة في سوهاج تحديداً، وقامت بتوزيع كراتين السلع الغذائية على الفئات المستحقة في حوالي 11 قرية في محافظة سوهاج. قبل كده كمان كانت موجودة في قرى الأقصر وأسوان وكفر الشيخ والغربية، محافظات كتير قوي مصطفى. فكرة ان انت تكون موجود على أرض الواقع بتتعامل مع الفئات الأولى بالرعاية، وفكرة كمان اسمها الفئات الأولى بالرعاية، الاسم في حد ذاته كمان يستحق التوقف عنده. صحيح صحيح. وبعدين زي ما نقول الريف المهمش والصعيد المهمش، انت كل اللي قلتيهم ايه؟ في حاجه جت ناحيه القاهره او الاقاليم الكبرى او البتاع، كنا بنعاني طبعا من مركزيه الخدمات بالظبط كده الوقت، يعني مفيش مدن قناه، مفيش اسكندريه، مفيش بورسعيد. انا شايف الاقصر، شايف اسوان، شايف المنيا، شايف حتى محافظات من الدلتا انت قلتيها الغربيه تقريبا او المنوفيه. فانا بتكلم في ان انا داخل جوه المجتمع المصري اللي فعلا محتاج، وصلنا لمحافظات حدوديه كمان يعني اسوان طبعا. فانت يعني منظمه
من منظمات المجتمع تابعة للدولة طبعا ما اقدرش ننكر، ولكن جهودها بتصل بهذا الشكل وهذا الكم، اعتقد ده ذراع مهم جدا من اذرعة الدولة. غير بقى فكرة الحوار المجتمعي اللي بتهتم بيها مؤسسة حياة كريمة وبتعملها بشكل متواصل في القرى علشان تتعرف من الاهالي على ارائهم ومقترحاتهم بخصوص المشروعات اللي محتاجينها في القرى. يعني احنا بنروح هناك ونسالهم انتوا عايزين ايه. على سبيل المثال امبارح كان في جلسه حوار مجتمعي مع اهالي قرى مركز منشاه القناطر، ومن يومين كان في حوار تاني في قرى ويسنا في المنوفيه، وتمت الاجابه على كل تساؤلات المواطنين حول المبادره وحول اليه العمل خلال الفتره اللي جايه. طبعا كان في مسؤولين من هذه المبادره استمعوا لاراء الشباب هناك واهالي القرى، استمعوا لمقترحاتهم واتكلموا معاهم حوالين مشروعات المبادره، وربما ده بيخلق نوع من انواع التواصل الانساني والمجتمعي بين المؤسسه اللي هي حياه كريمه وبين اهالينا في الريف. الجسر الممتد ده اعتقد انه اهم جسر انساني وصل من مركزيه العاصمه لقرى مصر ونواحيها. صحيح، يمكن لو تفتكر معايا كمان وقت اعلان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذه المبادره يا مصطفى، كانت حتى الارقام كانت تخض، يعني كنا بنتكلم عن مبادره متعلقه هتخدم حوالي 4500 قريه بتوابعها بالمراكز اللي جوه، التوابع وصلت ل 28000 تابع، تخدم 58 مليون مواطن، يعني اكتر من نص الشعب المصري. صحيح. يعني احنا بنتكلم في مشروع ضخم، والحقيقه ان المبادره بعد كده تحولت لمشروع قومي ده نظرا لاهميتها. طيب هل ده راينا بس؟ يعني هل احنا بنحاول نستعرض مع حضراتكم جهود مبادره حياه كريمه؟ ابدا. طب خلينا نبص للشهادات الامميه، يعني شهادات واسعه جدا باهميه هذه المبادره وانها المبادره الاكبر والاضخم في التاريخ. يعني هدي حضراتكم مثال صغير جدا، ويمكن انا كنت موجوده بالفعل في فعاليه احدى الفعاليات اللي كانت كانت بتقام في جامعه الدول العربيه، وكانت موجوده فيها السيده إلينا بانوفا منسقه الامم المتحده في مصر. انا سمعتها بنفسي بتتحدث عن حياه كريمه وعن مدى اهميه هذه المبادره، وازاي هي ليها دور فعال في التنميه المستدامه اللي بيهتم بيه بالمناسبه العالم كله. المبادره او هذه المبادره مبادره حياه كريمه اللي تحولت لمشروع قومي فيما بعد مهمة جدا. الموضوع مش متعلق فقط بفئة معينة، مش بس ان احنا بنحسن جودة خدمات او بنحسن جودة مواطن، لا، احنا بنشتغل ان احنا نوفر فرص عمل. صحيح. بنشتغل على المرأة المعيلة، بنشتغل على الاطفال والايتام، بنشتغل على ذوي الهمم. يمكن الحقيقة بنشتغل كمان على تطوير البنية التحتية طبعاً. والحوار المجتمعي اللي بيتم ده عظيم، لان دايما كنا بنشكو من ان ايه الناس تصحى تلاقي حاجة حصلت. لا، انا النهاردة بروح وبقعد، انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين صرف صحي، محتاجين ايه؟ محتاجين مش عارف ايه. ففكرة الحوار المجتمعي اولا بتخلق ذراع انساني وذراع اجتماعي للدولة، تفاعل بالظبط، تفاعل مع المواطنين. واحنا كنا محتاجين ده، انت ما كنتش موجود كدولة بشكل كبير، وربما استغلت بعض الجماعات قبل كده في السابق عدم وجود الدولة في ان هي تملا افكارها المسمومة. النهارده انت موجود بمشروعاتك، موجود بدعمك، موجود بلغتك، موجود بمجهودك، فما اعتقدش ان في حاجة يعني هتبقى حاجة عظيمة في 2022 لو بنحتفل يعني ختام هذه السنة زي المشروع الاجتماعي العظيم حياة كريمة. اعتقد ان هو دخل اغلب البيوت المصرية. انت قلتي 58 مليون؟ 58 مليون، يعني حوالي اكتر من نص الشعب المصري مستهدف ان هو يستفيد من هذه المبادره اللي بتعتبر من اهم المبادرات الاجتماعيه في العالم باكمله. على اي حال بنصبح على حضراتكم وهنبدا معاكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على ايه اخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى والمحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بسرعة قبل ما تنزلوا من بيوتكم على أشغالكم ومدارسكم وجامعاتكم، تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا على طول من القاهرة، تحديدا من كوبري أكتوبر اللي المتجه لمنطقة رمسيس وغمرة، هنلاقي فيه هناك سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي فيه كثافات إنما بسيطة شوية. هنفضل مكملين لحد ما نوصل لكوبري تحيا مصر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. هندخل على الكورنيش هنلاقي فيه بعض الكثافات إنما غير مؤثرة على حركة المرور. إنما لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كمان سيولة مرورية كبيرة جدا، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.
هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات، وناخد بالنا أنه تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، اللي بيستلزم إجراء بعض التعديلات لتيسير حركة المرور. كمان الإدارة العامة للمرور في القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد المتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، وده اللي هيستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد وحتى شارع الجزائر، وتحويل حركة المرور اتجاه شارع المذبح، وده لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري. ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد اللي جاي من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، كمان في ظهور موجود في الكثافات المرورية للمتجه من منطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو، ده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم. ظهرت كمان كثافات في شارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. هنكمل جولتنا إنما في شوارع الجيزة المرة دي في كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان، وده طبعا بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي بتستمر لحد ميدان لبنان. أما المتجه لمدينة السادس من أكتوبر في سيولة مرورية كبيرة. لو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد طبعا قبل إشارة جامعة القاهرة، لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم بدأت تظهر عليه كثافات مرورية، وده نتيجة التحويلات اللي موجودة هناك لغلق الشارع كليا لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. كمان بتظهر كثافات مرورية إنما متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وده نتيجة غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي. هنروح دلوقتي لمحافظة الإسماعيلية، واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي في سيولة مرورية كبيرة جدا تستمر من أول القاهرة لحد مدخل المدينة، وللي متجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية الطريق كمان كويس، لكن بتكون في بعض الكثافات الموجودة عند مداخل بعض المدن على طول الطريق. أما شوارع مدينة الإسماعيلية نفسها هنلاقي فيها سيولة مرورية كبيرة، وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم، كل ده طرق فيها سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق أبدا. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. ودي كانت جولتنا سريعة المرورية، وناخد بالنا على الطريق. طيب هنكمل كمان في منطقة جنوب الصعيد، من القناة نروح لجنوب الصعيد وهنشوف محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها كمان سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية موجودة على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة. في كمان كثافات مرورية إنما نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دي كانت جولتنا المرورية الموجودة في مختلف المحافظات المصرية، وناخد بالنا على الطريق، بيبقى الصبح بدري في شبورة مائية يعني ممكن تأثر على حركة المرور، في كمان بعض الأمطار هنلاقيها النهاردة سواء خفيفة أو متوسطة وكمان رعدية، نبعد عن التجمعات المائية على الطريق علشان نوصل بالسلامة، ونرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لكلامك. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبارنا وفقرتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمس تابع فيه المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية. ووجه سيادته باستمرار وتعميق الدراسات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة اللي تمت خلال السنين اللي فاتت في مجال الإصلاحات الاقتصادية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية،
وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتباطؤ معدل النمو العالمي وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصة ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية. وقد أشارت السيدة وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل. وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، أشارت السيدة وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الإقليمي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة. كما عرضت السيدة وزيرة التخطيط أيضاً أهم مبادرات الوزارة خلال القمة، خاصة مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مشيرة إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة 1 مليار جنيه، والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام، والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها. وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص. كما اطلع السيد الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقراً على مستوى القارة وفقاً لمعايير التنمية المستدامة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والتي ستتم تحت رعاية السيد الرئيس. كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع نتائج قمة المناخ العالمية في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية من أجل التحول الأخضر، وذلك في إطار منصة نوفي الوطنية. وجه سيادة الرئيس بالإسراع في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، واللي تم التعاقد عليها خلال القمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية.
وقد أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن منصة نوفي قد لاقت دعماً وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ، باعتبارها نموذجاً رائداً مصرياً يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخي من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد. وقد وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حشدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين، لا سيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية، ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي، حيث بلغت التمويلات قيمة 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج نوفي، وهي المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قطاع النقل. وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء، أوضحت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تداعيات التيارات المناخية. أما عن محور الطاقة، فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، كما وجه السيد الرئيس بالإسراع قدماً في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات. دلوقتي نرجع مرة تانية للميا حمدين عشان تعرفنا على أسعار الذهب والعملات. تفضلي يا لميا. شكرا لك جمانة، بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24 جنيه و52 قرش والشراء 24 جنيه و59 قرش. اليورو سعر البيع فيه 25.66 والشراء 25.74. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.62 والشراء 29.73. فرانك سويسري سعر البيع فيه 25.97 والشراء 26.6%. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.40 والشراء 3.41. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.52 والشراء 6.54. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.76 والشراء 80.3%. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.67 قرش والشراء 6.69 قرش. ودلوقتي نتابع متوسط أسعار الذهب النهاردة، وهنبدأها بعيار 18. سعر السوق النهاردة 1269 جنيه للجرام
وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1480 جنيه للجرام. عيار 24 سعر السوق النهاردة 1740 جنيه للجرام. وأخيراً الجنيه الذهب 11840 جنيه. وهنرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكراً لك. كمان امبارح كان في أخبار وأحداث كتيرة، منها نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت حول تقديم موعد امتحانات الترم الأول بالمدارس، وذلك لانتشار الفيروس المخلوي. كمان وزارة الداخلية أعلنت عن مد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة لغاية نهاية هذا العام. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت حول تقديم موعد امتحانات الترم الأول بالمدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الكلام ده وقال إن دي شائعات ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وإن الوضع الصحي في المدارس آمن وطبيعي ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير جديد ضمن سلسلة تقارير معلوماتية، وبيستعرض مؤشرات ومجالات عمل التمويل المبتكر محلياً وعالمياً. وقال التقرير إن الدولة المصرية بتستهدف تعزيز مناخ التمويل من خلال حزمة من السياسات والجهود اللي بتعمل على خلق آليات جديدة مبتكرة للتمويل، ومن بين أبرز هذه الجهود زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكمان إطلاق برنامج الطروحات اللي بيمثل أحد أهدافه هو جذب الاستثمارات المحلية لأسواق رأس المال في مصر. امبارح أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، وده لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة بتصل ل60%، وده طبعاً بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. هنروح مع حضراتكم لجولة المحافظات، معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها تنظيم 107 نشاط ثقافي وفني بمختلف مراكز وقرى المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة، أيضا الموافقة على إقامة 25 مشروع جديد بالمناطق الصناعية في البحيرة، كمان انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلبة الابتدائي في الشرقية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم خلال التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي تم فيها الإعلان عن تنظيم 107 نشاط ثقافي وفني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وده خلال الفترة من 19 لحد 25 نوفمبر الجاري. في البحيرة قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إنه تمت الموافقة المبدئية على 25 طلب لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بواقع 21 طلب بوادي النطرون وأربع طلبات بحوش عيسى، وتم تحويل الطلبات للجنة الخاصة بهيئة التنمية الصناعية للبت فيها. في جامعة قناة السويس أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة استضافة سفراء وممثلي 11 دولة من أمريكا اللاتينية، وده في إطار فعاليات أسبوع ثقافة آي برو أمريكا للتعريف بثقافتها وتنوعها، والفعاليات دي بتضم معرض فوتوغرافي بيعكس الفنون المختلفة لكل دولة. في شمال سيناء انطلقت أعمال المرحلة الثانية لتوسعة وتطوير الطريق الدولي الساحلي من منطقة المساعيد ولحد بوابة العريش. في الشرقية تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، وده ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية. في بورسعيد أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان إن خطة تطوير منظومة الطرق داخل حي الجنوب خلال الفترة من 2014 ولحد 2022 بطول 70 كيلومتر بلغت 144 مليون جنيه. في الغربية قام المحافظ الدكتور طارق رحمي بجولة تفقدية لمشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في خمس قرى تابعة لمركز زفتة، هي تفاهنا العزب، نهطاي، مسجد وصيف، الغريب، وسند بسط. وخلال الجولة تم التأكيد على أن نسبة تنفيذ المشروعات في القرى وصلت ل 80%.
في كفر الشيخ أعلن المحافظ اللواء جمال نور الدين تحصين 70,250 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وقال إن المستهدف هو تحصين 211,969 رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة. فأسيوط أطلقت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قافلة تعليمية مجانية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية. القافلة استمرت يومين بإشراف وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة. بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري، وهيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. كمان في أمطار خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحياناً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 30 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 90 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم في المقدمة في هذه الحلقة، مؤسسة حياة كريمة عملت امبارح احتفالية كبيرة في محافظة المنيا ل 100 عروسة تم تجهيزهم وإدخال الفرحة على قلوبهم. ده طبعا جه ضمن مبادرة يدوم الفرح اللي بتقوم بتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية وخصوصا في القرى الأكثر احتياجا، وكمان أيضا بتعمل دورات تدريبية بعنوان مودة لتأهيل المقبلات على الزواج. احتفالية كبرى أقامتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة المنيا بالمسرح الروماني بكورنيش النيل لتدخل الفرحة والسرور على 100 عروسة ضمن مبادرة يدوم الفرح، والتي تقوم بتجهيز العرائس على مستوى الجمهورية خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى جهاز العروسة الذي يضم ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة تلفزيون وحقيبة لمستحضرات التجميل. كذلك أطلقت المبادرة دورات تدريبية بعنوان مودة لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج بالتعاون مع الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي. تضمنت الاحتفالية عدداً من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة، وقدم الفنان محمد صلاح عدداً من الأغاني المتميزة له وسط أجواء البهجة والفرح، وشملت أيضاً فقرات الحفل عدداً من الفقرات الخاصة بالفرقة القومية لكورال أطفال المنيا، بالإضافة لعرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا. خلال الحفل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي. كما أكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري فقط، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معكم لغاية الساعة 10 صباحا. استنونا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، ودلوقتي هنروح عشان نعرف معاكم بقى إيه أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، زي انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. النهاردة كمان هتغادر بعثة منتخب الكاراتيه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، ده غير كمان بقى أن النهاردة في 4 مباريات قوية جدا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس العالم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. المهرجان بيحتفي بالثقافة الفرنكفونية عبر عرض أفلام من كافة الدول الأعضاء في منظمة الفرنكفونية،
وهيستقبل السنة دي عدد من أهم الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرانكفونيين في دورته اللي هتستمر فعاليتها 5 أيام في دار الأوبرا المصرية. النهاردة هتغادر بعثة منتخب الكاراتيه لجنوب أفريقيا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية اللي هتقام في الفترة من 29 نوفمبر لحد 5 ديسمبر المقبل، وبتضم قائمة المنتخب في البطولة 34 لاعب ولاعبة. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. هيلتقي منتخب قطر مع منتخب هولندا الساعة 5 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب السنغال مع الإكوادور. الساعة 9 بالليل هيلتقي منتخب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب ويلز. دلوقتي تعالوا نروح سريعا لزميلتنا لمياء حمدين عشان نتعرف منها على إيه آخر أخبار الطقس. لمياء، شكرا لك يا مصطفى. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وكمان في فرص لأمطار خفيفة المتوسطة وقد تكون رعدية أحياناً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا ان احنا شايفين انه هيبقى فيه امطار من خفيفة لمتوسطة في اماكن مختلفة. بالفعل اليوم الاول خلينا نقول هيستمر انخفاض درجات الحرارة على اغلب انحاء الجمهورية، متوقع العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فهيساعدني على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، رغم أن احنا هنلاحظ اليوم زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس لأن السحب مش هتكون بالشكل اللي احنا شاهدناه أمس وأول أمس. الأجواء خلال فترات الصباح الباكر هنشعر بها أجواء مائلة للبرودة، لكن مع تقدم ساعات النهار ودخول يعني ساعات النهار وأشعة الشمس هنحس بالأجواء اللطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية، محافظة الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. الأجواء بتكون خلال فترات النهار مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء زي ما قلنا ده خلال فترات النهار، لكن في الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر هنحس بالأجواء المائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. يمكن في بعض المحافظات بتنخفض عليها درجات الحرارة خلال فترات الليل بتوصل لـ10 درجة مئوية على محافظات شمال الصعيد، وسط سيناء بتوصل لـ5 و6 درجات، فالانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة تحديدا والصباح الباكر. بالإضافة كمان اليوم مع وجود المنخفض الجوي يستمر سقوط الأمطار، ويمكن بدأت خلال ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق من شمال الصعيد، أيضا بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر. اليوم هيكون فرص الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء، خليج العقبة، أغلب المناطق المطلة على البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر. أما باقي مناطق الجمهورية زي شمال الصعيد، سواحلنا الشمالية، محافظات شمال الوجه البحري، فرص الأمطار عليها اليوم خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. من غدا إن شاء الله هنبدأ نتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فهنبدأ نحس بالدفء خلال فترات النهار والأجواء المعتدلة فترات النهار، لكن فترات الليل الأجواء هتظل أجواء مائلة للبرودة، هنلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لأن العظمى غدا هتكون 24 درجة مئوية. مع عودة طبعا الظاهرة الجوية المؤثرة في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية اللي هتظهر بشكل كبير على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.
ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في المحافظات المختلفة، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمة الإدارية العظمى فيها 22 والصغرى كمان 15، اسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، العلمين الجديدة 22-15، مطروح 21-14، دمياط 22-16، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 23-15، السويس العظمى فيها 22 والصغرى 14، سيوة 22-10، كاترين 19-7، طابة 22-15، حلايب 27-20، شلاتين 30-20، شرم الشيخ 26-19، الغردقة 26-18، الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 13، بني سويف 23-12، الوادي الجديد 27-13، أسيوط 24-11، سوهاج 24-14، قنا 27-14، الأقصر 28-15، وأسوان العظمى 29 والصغرى 15. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا تفاصيل حالة الطقس النهاردة، ونرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا النهاردة. شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع مهم جدا الحقيقة. وامبارح أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارا من أول يناير 2023 هيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ده طبعا بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش. خلينا نعرف ده معناه إيه، الخبر ده معناه إيه، هيتطبق إزاي، تفاصيل كتير جدا هعرفها من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. أهلا بك يا فندم. طيب لو تشرح لنا بقى يعني إيه أجر اشتراك تأميني، إزاي هيتم تطبيق هذا القرار، لو حضرتك تطلعنا على بعض التفاصيل يا فندم. طيب يعني في البداية نحب نوضح أن قيمة المعاش بتتأثر بمتغيرين اثنين، أو في عنصرين بيأثروا على قيمة المعاش بتاع أي حد. نمرة واحد، انت اشتركت في نظام التأمينات ده بمرتب قد ايه؟ نمرة اتنين، اشتركت المدة قد ايه؟ كل ما كبر المرتب اللي انت مشترك بيه كل ما هتاخد معاش هيبقى افضل لما تبلغ السن، وكل ما زادت مدة اشتراكك في نظام التأمينات كل ما المعاش اتحسن وبقت قيمته معقولة. فاحنا بنشتغل في محاور اصلاح نظام التامينات الاجتماعيه، ان احنا لو قدرنا انا اسف يا فندم، بس حضرتك تقصد بالمرتب اللي بيتم الاشتراك بيه هو الجزء اللي بيخصم او بيتم خصمه من المرتب، مظبوط؟ ايوه فندم. مثلا انا بشتغل ب 3000 جنيه فبدفع اشتراكات على مرتب 3000 جنيه، ال 3000 جنيه دول هم اللي هيخشوا في حساب المعاش بتاعي. فكل ما زاد المرتب اللي أنا بشترك بيه في نظام التأمينات كل ما ده أدى إلى تحسين قيمة المعاش بتاعي وقت استحقاق المعاش. فمن محاور الإصلاح اللي بدأنا فيها من 2019 مع صدور قانون المعاشات الجديد، بدأنا نحط آليات. هو ينفع حد يجي النهاردة ويقول والله انا بشتغل بمرتب 100 جنيه بس وهسدد اشتراكات على 100 جنيه؟ لا طبعا، ما فيش حاجه اسمها مرتب 100 جنيه في الشهر في الزمن اللي احنا فيه. فحطينا حد ادنى للمرتب يشترك به المواطن في نظام التامينات، وحطينا حد اقصى لهذا المرتب، وعملنا اليه لزياده هذه الحدود بما يضمن الوصول الى المرتبات الحقيقيه اللي بيقبضها المؤمن عليهم، علشان نبدأ نجري عملية الخصم من هذه المرتبات ونحسن معاشاتهم عند انتهاء خدمتهم. صحيح سيادة اللواء. طيب كام الحد الأدنى وكام الحد الأقصى وكم عدد المستفيدين فعليا على أرض الواقع؟ خلينا نتكلم بلغة الأرقام يا فندم. تمام يا فندم. احنا الحد الأدنى ده بدأنا نحط له حد أدنى من 1/1/2020 مع بداية تطبيق قانون المعاشات، فكان الحد الأدنى ده 1000 جنيه.
وبنزوده في شهر يناير من كل سنة. في شهر يناير من كل سنة بنحرك الحد الأدنى. بيزيد بنسبة قد إيه مثلاً؟ بنسبة في حدود 15%. تمام. فإحنا في يناير 23 إن شاء الله، اللي هو يعني كمان شهر كل سنة وحضراتكم طيبين، وبنسبة العام الميلادي الجديد، فإن شاء الله هيبقى الحد الأدنى 1700 جنيه. والأقصى؟ والحد الأقصى هيبقى 10900 جنيه. ده معناه إن أنا كان زمان يا فندم اللي مرتبه 4000 جنيه نقول له لا، أنت أقصى مرتب تشترك بيه في التأمينات هو 2000 جنيه بس. فكانت قيم متدنية أثرت على معاشات الناس وهي خارجة معاش. فالنهاردة كل ما بفتح الفجوة دي بين الحد الأدنى والحد الأقصى بشوف المرتب الحقيقي للمواطن وأمن عليه، بالتالي لما يجي يستحق المعاش هيلاقي معاش. طب النهاردة بتوع القطاع الخاص يا فندم اللي متأمن عليهم واللي شركاتهم مأمنة عليهم، هل هيستفيدوا أيضا زي موظفي القطاع العام؟ بالضبط كده يا فندم. احنا عندنا في حدود 13.8 مليون مواطن متأمن عليهم، وطبعا يعني اكثر من 70% من هذا الرقم في القطاع الخاص، كلهم مستفيدين بهذا القرار. في يناير اللي جاي ان شاء الله هيبدا اجراء الاقتطاع على اساس الحدود الدنيا والقصوى الجديده اللي احنا عملناها، بما يؤدي الى استحقاق معاش كريم عند استحقاقه. طيب خليني بس أكد على نقطة مع حضرتك يا فندم، هل فكرة رفع الحد الأدنى للمرتب اللي بيتم الاشتراك بيه في التأمينات، نظام التأمينات بالضبط، هل ده معناه كمان أنه طبعا بيبقى في زيادة في المرتب، مظبوط ولا لأ؟ المفروض أن يعني الزيادات بتيجي في المرتب اللي بتعلن عنها الدولة في شهر 7 من كل سنة. ويمكن احنا عملنا حاجة كمان كويسة خلال الشهر 11 اللي احنا فيه ده، ان يعني بناء على تكليفات قامة الرئيس برفع المعاناة عن اصحاب المعاشات، كنا ادينا منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه ولاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ونفذنا بالفعل من 1/11 زودنا معاشات لاصحاب المعاشات ب 300 جنيه مبلغ مقطوع يعني. طب استفسار كمان يا فندم، بالنسبه للناس اللي هتخرج معاش في بعد شهر ديسمبر، هيستفيدوا هما كمان؟ ده حاجه كويسه قوي يعني. انا بشكرك استاذه جمان على السؤال ده، لان في ارتباط وثيق بين الحد الادنى لاجل الاشتراك اللي هو اقل مرتب امن بيه في نظام التامينات، وبين الحد الادنى للمعاش. لما اجي اطلع معاش بعاشي ما يقلش عن الرقم ده. ده اسمه الحد الادنى للمعاش. ففي ارتباط بين الاثنين دول، كل ما بحرك الحد الادنى لاجل الاشتراك التاميني ده كل ما بيزيد معايا الحد الادنى للمعاش. فبالفعل الحد الادنى للمعاش اعتبارا من شهر يناير ان شاء الله، يعني الناس اللي هتطلع او هتبلغ السن اعتبارا من يوم 1 يناير الحد الأدنى للمعاش بتاعهم هيبقى 1105 جنيه. الحد الأدنى ده هو النهاردة 910 جنيه. طيب زاد 200 جنيه أهو. 200 جنيه دول جايين منين؟ 200 جنيه جايين من رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمين. صحيح. طب سيادة اللواء، يعني في ناس كتير مش عارفة تحديدا يعني المعاش ده لو الشخص نفسه توفى هل زوجته هتاخد، هل ابنائه هياخدوا، ولغايه امتى؟ يعني دي برضه نقطه مش واضحه. لا نوضحها فندم، يعني صاحب المعاش احنا بنميز دايما بين شويه الفاظ كده في مجال التامينات. المؤمن عليه اللي هو حضرتك يا فندم، حضرتك يا استاذ مصطفى. تمام. حضرتك بتشتغل دلوقتي فمتامن عليك وبتدفع تامينات. صحيح. فاسمك مؤمن عليك. تمام. ربنا يديلك الصحة وطولة العمر. لما تتم سن الستين
يتغير اسمك عندنا من مؤمن عليك الى صاحب معاش. تمام. في حاله يعني في حاله الوفاه الورثه بيستفيدوا ولا ايوه عندنا بقى ما اسمهمش الورثه، اسمهم المستحقين المعاش. تمام. اللي من الاسره، لان كل واحد في الاسره من حقه ياخد المعاش بس بشروط معينه لكل واحد. فالارمله لازم يبقى معاها قسيم الجواز، ما بنعترفش بالجواز العرفي. تمام. البنت ما تكونش متجوزه. البنت ما تكونش الابن لغايه سن معين. ايوه. 26 سنه. الوالدين، الوالد والوالده يستحقوا في المعاش بدون شروط. الوالد والوالده ايوه لصاحب المعاش. ايوه. لصاحب المعاش. ايوه. فكل فئه من الفئات دي ليها شروط لاستحقاق المعاش، اللي بينطبق عليه الشرط ده بياخد المعاش. طبعا يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر للواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامينات، بنشكر حضرتك يا فندم على كل هذه الايضاحات. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء بصحبه زميلتنا لمياء حمدين. صباح الخير يا لمياء. شكرا مصطفى. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ كوب 27. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لاستعراض نتائج قمة المناخ العالمية كوب 27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية التي لاقت إشادة كبيرة من الشركاء الدوليين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط لمتابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية وتطورات دعم مصر للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا على مستوى القارة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد. وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة البيانات الأولية للوزارة والتي تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أهداف عالمية، وهي استمرار تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية. نشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب، وبعدما وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود، قال بايدن إنه قد يلجأ إلى قانون صدر عام 1926 يمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الإضراب سيضر بملايين الأشخاص ويدمر اقتصاد الولايات المتحدة. I'm in the process. I'll have a decision before the week is out. But you asked me an explicit question about whether or not how would I feel. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة، وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تتحمل مسؤوليتها بجدية بالغة للمساعدة في تزويد تايوان بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن النفس. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا نافعيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا والصين.
وأوضح سوناك أن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الصين تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنة العالمية. واعتبر سوناك أنه في ظل هذه التحديات فإن لندن لا يمكنها الاعتماد على حجج ومواقف عهد الحرب الباردة، وأن الحكومة البريطانية ستقدم عام 2023 استعراضا محدثا لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة. Tackling illegal migration, and that's what I am determined. قادت ثنائية فرنانديز البرتغال لبلوغ دور 16 لكأس العالم، وذلك بعد فوزها بهدفين دون رد على أوروغواي لتنضم إلى فرنسا والبرازيل. بهذه النتيجة تواجه أوروغواي مهمة صعبة في مباراتها الأخيرة ضد غانا، التي حافظت على أملها في التأهل بفوزها بثلاثة أهداف لهدفين على كوريا الجنوبية في المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة تانية. وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، ربما خلينا نتابع تفاصيل المؤتمر اللي عمله امبارح، واللي كان مؤتمر في منتهى الأهمية. المؤتمر ده شرح فيه مواصفات ورقة امتحانات الشهادة الثانوية وطريقة التصحيح، وقال إن امتحانات الثانوية العامة في هذا العام هتكون أوبن بوك. الطالب هيتسلم ورقتين في هذا الامتحان، ورقة بابل شيت للاختيار من متعدد، ورقة تانية للإجابة على الأسئلة المقالية. تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. عدد الأسئلة اللي عليها درجة واحدة 44 سؤال. في الاختيار المتعدد هيبقى فيه 44 سؤال عليهم درجة واحدة. السنة اللي فاتت كان العدد ده أقل، كان اللي عليه درجتين أكتر، فلما دخلنا المقالي خد وحيز شوية، بقت الأسئلة كلها إيه اللي عددها بدرجة واحدة أكتر، ودي عطية أريحية أكتر للطلاب. عدد الأسئلة بدرجتين 12. نيجي بقى للمقالي، الأسئلة بدرجتين 3 درجات، الأسئلة بست درجات واحد، العدد الأسئلة الكلي. المهم في النهاية الدرجة كام؟ درجة كام؟ 80. التعليق اللي تحت ده أهم واحد، بيقول إيه بقى؟ سوف يشمل الامتحان عدد 4 أسئلة مقالية تمثل درجاتها 15% من الدرجة، منها سؤال التعبير بست درجات. يبقى إذن معنى هذا أن الطالب هينتج موضوع تعبير وعليه كم درجة؟ 6 درجات. وثلاث أسئلة كل سؤال بدرجتين توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالا من القصة المكررة. يبقى معنى هذا ان الأسئلة هيبقى فيه سؤال على مين؟ على القصة المكررة على الطلاب. ده بالنسبة للغة الايه؟ العربية. اللغة الأجنبية الأولى المواصفات بتاعتها كلها زي بعضها، سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كمادة لغة أولى. نوع الأسئلة اختيار متعدد، عدد أسئلة بدرجة واحدة 32 سؤال، عدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، عدد الأسئلة بأربعة مفيش، العدد الكلي كذا، يبقى الدرجة الكلية 42. نيجي بقى للإيه؟ للمقالية. هتلاقي عدد الأسئلة بدرجتين 2، وعدد الاسئله باربع درجات هيبقى 1، وفي الاخر 8. التوتال يبقى عندي كام؟ 50 درجه، وهو فعلا اللغه الانجليزيه او اللغه الاجنبيه الاولى من 50 ايه؟ من 50 درجه. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي تحت الجدول ده اللي هو بيوزع لي المقالي عشان الطلبه تبقى عارفه هذا الكلام. تشتمل عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين. تقيس هذه الاسئله درجه الطالب للقصه المكرره باسئله تقييس المستويات العليا للتفكير. احنا المواصفة في حيث المستويات العليا للتفكير زي العام الماضي تماما، مفيش فيها اي اختلاف، نفس المواصفة بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي فيها اختلاف هو ان في 15% اسئلة مقالية علشان موضوعات التعبير اللي انتم شفتوها والحاجات اللي لازم الطالب ينتج فيها الايه؟ الاجابة. والتعبير عن رأي الطالب، بالاضافة الى سؤال للتعبير 4 درجات، حيث يكتب الطالب مقال او رسالة بريد الكتروني ايميل
يتراوح ما بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة. يعني وانت بتحط هذا الموضوع يبقى ملوش علاقة بهذا الكلام. أما بأسئلة الترجمة فسوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية، يبقى الطالب هنا مش هيجي له ترجم، هتبقى جوه الايه، هيسألك يقول لك كلمة كذا معناها وألف باء جيم دال. ندخل ثالثا بقى الأسئلة اللغات الأجنبية الثانية اللي هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية. اختيار من متعدد، عدد الأسئلة اللي عليه درجة واحدة 28، عدد الأسئلة بدرجتين 3. نيجي للمقال، هنلاقي عدد الأسئلة بثلاث درجات 2، المجموع في النهاية هيبقى كام؟ 40 درجة. نقرأ بقى الكلام المهم اللي تحت. تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات، الإجمالي 6 درجات، وهي كالتالي: سؤال إنتاج كتابة يكتب الطالب من 25 ل30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال. سؤال رسالة بريد إلكتروني إيميل يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، في هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 ل100، ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص. بنصبح مرة تانية على حضراتكم وأهلا بيكم، وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبدأ نشرتنا الرياضية مع نتائج مباريات امبارح، واللي كانت في ختام الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس العالم. منتخب البرازيل حسم تأهله لدور 16 بمونديال 2022 بعدما حقق فوز صعب على منتخب سويسرا بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي اتلعبت على ملعب 9-7-4 بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022. وسجل كاسيميرو هدف الفوز للبرازيل في الدقيقة 83 من زمن المباراة. النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي حصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده مع المنتخب السويسري في بطولة كأس العالم، وحصل كاسيميرو على الجائزة بعد اختياره من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، وهو كان مسجل الهدف الوحيد في اللقاء ده، وقدم مستوى رائع أمام سويسرا. تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل يأكد رضاه التام لمستوى اللعيبة بعد الفوز على منتخب سويسرا، وقال تيتي في تصريحاته بعد المباراة: سعداء بالتأهل رغم أن الانتصار على سويسرا ما كانش سهل أبدا، وهنفكر بجدية في المباراة اللي جاية قدام الكاميرون. منتخب غانا فاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022. افتتح محمد ساليسيو لاعب غانا أول أهداف المباراة في الدقيقة 24، وسجل النجم محمد قدوس الهدفين، الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 34 والدقيقة 68 من المباراة. كمان سجل النجم الكوري تشو جون سونغ أهداف كوريا الجنوبية في الدقائق 58 و61 من عمر الشوط الثاني. النجم الغاني محمد قدوس مهاجم منتخب النجوم السوداء حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة غانا مع كوريا الجنوبية، وده بعد نجاحه في تسجيل هدفين قاد بهم منتخب بلاده لتحقيق الفوز. منتخب الكاميرون كمان اتعادل مع منتخب صربيا بنتيجة 3-3، وده في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب الجنوب في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال، وبكده بيحصد كل منتخب أول نقطة له في كأس العالم 2022. النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون حصل على جائزة رجل المباراة، وده بعد الأداء القوي اللي قدمه اللاعب خلال أحداث المباراة الكبيرة اللي شهدت تسجيل 6 أهداف بين المنتخبين. منتخب كمان البرتغال فاز على منتخب أوروغواي بنتيجة 2-0، وده في المباراة اللي أقيمت على استاد لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وبكده بيتأهل المنتخب البرتغالي للدور 16 بعد ما تصدر المجموعة برصيد 6 نقط والعلامة الكاملة بدون النظر لنتيجة الجولة الختامية.
اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 اختارت البرتغالي فرناندز كأفضل لاعب في لقاء البرتغال أوروغواي، وده بعد تسجيله هدفين الفوز لصالح منتخب البرتغال في الدقائق 54 و93، ده غير تألقه الفني أثناء أحداث المباراة. روب بيج المدير الفني لمنتخب ويلز أكد أن مواجهة إنجلترا هتخلينا متحفزين بشكل تلقائي، وهنشتغل وهنعمل كل اللي في وسعنا للفوز عليهم في المباراة اللي هتتلعب النهاردة. وقال بيج في المؤتمر الصحفي لمباراة إنجلترا: دي البطولة دي أظهرت أن كل منتخب ممكن يخسر، علشان كده إنجلترا منتخب قابل للخسارة وهنحاول بكل طاقتنا نفوز عليه. جريج المدير الفني للمنتخب الأمريكي قال إن مواجهة المنتخب الإيراني هتكون مباراة مهمة جداً، استعدينا ليها كويس قوي، وطلبت من اللعيبة التركيز والهدوء والابتعاد عن الضغط. الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022 التابع للفيفا تسلط الضوء على إنجازات الثنائي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وليونيل ميسي قائد الأرجنتين، ونشر حساب المونديال صورة اللعيبة وعلق عليها وقال: رونالدو هو اللاعب الوحيد اللي سجل في 5 نسخ بكأس العالم، وميسي هو اللاعب الوحيد كمان اللي صنع أهداف في 5 نسخ بكأس العالم، نعيش لحظات تاريخية. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مشكورك يا رامي، شكرا جزيلا. والحقيقة لسه كلامنا عن رياضة تحديدا كأس العالم ما زال مستمر، وتابعنا امبارح عودة قوية للمنتخبات الأفريقية بعد تعادل مثير للكاميرون وفوز مهم لغانا، كمان كان في فوز مهم جدا للبرازيل على حساب سويسرا، أيضا البرتغال على أوروغواي ضمن الصعود لدور ال 16، يعني طبعا يضمن ليها الصعود لدور الثاني. ده كان أبرز نتائج اليوم الختامي من الجولة الثانية لدوري المجموعة. خلينا بقى يعني نشوف كده ايه اللي هيحصل النهارده. النهارده هتبدا ماتشات الجوله الثالثه من دوري المجموعات في المجموعه الاولى، في ماتشين مهمين جدا في وقت واحد الساعه 5، قطر مع هولندا والسنغال مع الاكوادور، والمجموعه الثانيه مواجهه كمان هامه بين ايران وامريكا للبحث عن بطاقه التاهل لدور ال 16، ولقاء اخر بين انجلترا وويلز. خلينا نتكلم اكتر مع الاستاذ عبد الله خاطر الناقد الرياضي عن كل هذه التفاصيل، ايه اللي هيحصل النهارده، ايه اللي حصل امبارح. صباح الخير عليك، نورنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ مصطفى. صباح الخير استاذ جمانه، وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب، قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن مباريات امبارح والعوده القويه والاداء القوي للمنتخبات الافريقيه، خليني اعرف من حضرتك كده الاول ملخص سريع لرؤيتك مباريات امس من الجوله الثانيه لدور المجموعات. يمكن مباراة الأمس يمكن كان كلها قمة في الإثارة، قمة في الندية، بداية مثلا من منتخب الكاميرون اللي كان متأخر 3-1 قدام صربيا. طبعا أنا توقعت خلاص انهيار الأسود ومش هيقدروا يرجعوا بالشكل ده، لكن طبعا كانت المفاجأة سعيدة بالنسبة لنا كأفارقة وكمصريين. منتخب الكاميرون قدر أنه هو يعمل رومونتادا رائعة جدا، قدر أنه هو يخرج بنتيجة التعادل. كنا طبعا نتمنى ان هو يحقق الفوز، لكن احنا طمعين يعني شويه على اساس ان احنا محتاجين ان يكون المنتخبات العربيه والافريقيه ما تكونش اكمالت عدد. انا محتاج ان هم يكون ليهم مكان مهم جدا في الادوار الاقصائيه، ادوار بدايه من دور ال 16. احنا بقى لنا يمكن اكتر من كاس عالم لا المنتخبات الافريقيه مش بتادي الاداء اللي احنا منتظرينه. يعني احنا لو مثلا نرجع بالتاريخ لورا شويه، سنه مثلا 90 شفنا مثلا الكاميرون ومصر عملوا اداء اكتر من رائع، شرفوا الكره الافريقيه بشكل كبير جدا، ويمكن بناء على ده قدر ان مقاعد افريقيا تزيد في كاس العالم ساعتها من مقاعدين الى 3 مقاعد قبل ما توصل لخمس مقاعد لما المونديال بقى 32 منتخب. فاحنا محتاجين ان الوطن العربي او المنتخبات العربيه بالفعل انها تشرفنا في بطوله كاس العالم، ما نكونش مجرد ان احنا مشاركين بس 3 مباريات الدور الاول، لا محتاجين ان احنا ننافس شويه على البطوله. عندنا لعيبه مميزه جدا، شفنا مثلا منتخبات المغرب، وشفنا يعني مصر قبل كده مثلا، ومنتخبات السعوديه بصراحه بتادي اداء مشرف واداء رائع جدا. صحيح. طب ده بالنسبه للمجموعه العربيه، لكن لو بصيت للمجموعتين اللي فاتوا، ابرز المنتخبات اللي من وجهه نظرك ممكن نراهن عليهم، وابرز اللعيبه ايضا اللي ممكن نراهن عليهم؟ ابرز المنتخبات اللي راهن عليها لغايه هذه اللحظه عربيا المغرب عملت مباراه رائعه قدام بلجيكا، قدرت انها تفوز 2-0 بجداره. افريقيا
افريقيا انا عندي السنغال الى حد ما ماشيه بشكل كويس جدا. غانا امبارح قدمت مباراه ولا اروع قدام الشمشون الكوري، كان اداء مميز جدا من جميع اللاعبين، من المدرب، في فكر عالي قوي، في اداء مميز فعلا، منتخب تقدر تراهن عليه وتقول ان هو قادر على ان هو يدخل الادوار الاقصائيه وان هو فعلا يظهر الكره الافريقيه بالوجه المميز بتاعها. فرنسا اوروبيا، فرنسا اوروبيا طبعا ما فيش شك ان منتخب فرنسا بيدافع عن اللقب، فبالتالي انا برشح فرنسا ان هو يكون النسخه دي هو الاقرب للبطوله حتى هذه اللحظه. انا شايف منتخب فرنسا عنده مجموعه كبيره جدا من اللاعبين رغم غياب بنزيما، لكن مش شايف ان الفريق متاثر، لا بالعكس الفريق عنده عناصر مميزه جدا، عنده لعيبه ومش كبار، لا بالعكس يعني صغيرين في السن قادرين ان هم يؤدوا الاداء المميز جدا اوروبيا. فانا من وجهه نظري انا برشحهم ان هم الاقرب للقب النسخه الحاليه. طيب هنتكلم بقى على كل كده مباراه، وتحديدا طبعا هبدا بماتش الكاميرون وصربيا. يعني الماتش خلينا نقول ان الكاميرون كانت متقدمه في الشوط الاول بهدف، بعدين في الوقت الاضافي للشوط الاول صربيا فاجئته بهدفين. بالظبط. انا عايز اعرف من حضرتك بقى فكره هذا التعادل، التعادل مثير ومباراه كانت قويه جدا، شفت المباراه ازاي؟ شفت فكره المجريات وزي ما نقول كده التويست اللي حصل انه جونين في وقت اضافي للشوط الاول؟ يعني كلمنا بقى عن المباراه دي امبارح كانت ايه شكلها؟ قبل ما نتكلم بقى عن المباراه، في احداث في كواليس المباراه، في ازمه حصلت ما بين الحارس الاساسي والمدير الفني للمنتخب الكاميرون سونج، وادى الى ان هو يستبعد الحارس الاساسي من تشكيله الفريق، ويمكن اللاعب خرج بره القائمه تماما وخلاص قرر ان هو مش هيتواجد مع المنتخب. نعم نانا صح؟ نانا بالظبط كده. فانا اعتقد ان ازمه زي دي لما تحصل في قبل المباراه مباشره دي ممكن تاثر على معنويات اللاعبين. طبيعي جدا. طبعا انا كمدير فني لازم الكلمه الاولى والاخيره ليا كمدير فني. لسه هسالك السؤال ده، مش المفروض كمدير فني برضو كلاعب لا يحق لي اني يعني اتناقش على الاقل في الوقت زي ده؟ بالظبط. هو طبعا انا كمدير فني المفترض حتى اي حاجه من الحاجات دي بيكون قبل يعني بعد المباراه اللي فاتت مباشره، وقبل المباراه او ليله المباراه ببدا الهدوء بقى، ببدا التركيز بقى حاجات تانية معينه. فانا ما اعرفش سونج يعني مثلا هل هو قله خبره ولا ايه بالظبط، ان انا ادخل في كلاش صدام مباشر، صدام قوي جدا مع الحارس الاساسي بتاعي. انا اعتقد ان ده طبعا تصرف غير منطقي وغير محسوب، يعني لان احنا انا كمدير فني الموضوع مش فني بس، احيانا العمليه النفسيه والحاجات دي يعني لها تاثير اكتر من طبعاً العمليه الفنيه طبعاً. تماما. فدي طبعا ازمه كبيره جدا. غياب الحارس الاساسي اعتقد يمكن احنا شفنا برضو أداء الحرس الاحتياطي ما كانش على نفس المستوى. فده طبعا ليه تأثير، وتأثير انعكس بشكل كبير جدا على أداء منتخب الكاميرون. أعتقد أن لو كانت الأمور مستقرة داخل صفوف المنتخب الكاميروني أنا متهيألي كان هيحقق فوز، وفوز مريح بالأمس. أسود الكاميرون بالظبط كده. طبعا لأنه فريق كبير. طبعا. شفنا مثلا صعوده للتأهل كأس العالم على حساب الجزائر، أنه يبقى يعيد تأخره أنه يفوز على الجزائر في الجزائر. فأنا أعتقد أن ده مش منتخب عادي، لا منتخب مميز جدا، منتخب كبير، ودايما الكاميرون يمكن على الساحه الدوليه كمان بتقدم كره عالميه. طب وليه ليه المفاجاه اللي حصلت قدام صربيا؟ ازاي يعني تتلقى شباكهم ثلاثه اهداف؟ ما هو انا بقول لحضرتك يعني اولا التنشانه اللي حصلت دي ليله المباراه او قبل المباراه مباشره، اضافه الى ان الحارس البديل ما كانش على نفس مستوى الحارس الاساسي، ده كان ليه تاثير، وتاثير سلبي كبير جدا. لما اتاخروا 3-1 انا ما توقعتش ان هم يرجعوا بصراحه، يعني كان صعب جدا ان هم يرجعوا بالشكل ده، لكن ان هم يرجعوا بالقوه دي ده شيء رائع جدا، شيء مميز. انا احسدهم بصراحه عليه، لكن للاسف الشديد طبعا هم في الجوله اللي جايه هتبقى المهمه عندهم صعبه جدا جدا جدا، لان مصيره ما بقاش بايديه، هو عنده نقطه واحده، فمصيره مرتبط بان سويسرا يعني كمان تخسر. ومنتخب سويسرا على فكره من المنتخبات اللي بتأدي بشكل قوي جدا، يعني شفناه كان ند قوي جدا بالنسبه لمنتخب البرازيل. فكنت اتمنى ان الفوز امبارح يتحقق بالنسبه للكاميرون على اساس ان يكون مصيرها في ايديها في المباراه اللي جايه، وتقدر ان هي تاخد بطاقه لدور ال 16. لكن انا يعني ما اعرفش هل تحصل المعجزه؟ انا شايف ان الموضوع هيبقى صعب. تفتكر بما ان احنا لسه بنتكلم عن الكاميرون، تفتكر سونج ممكن يعني يتحمل نتيجه هذا التعادل؟ يعني شفنا مثلا من الحاجات برضو اللي كان عليها علامات استفهام انه قعد ابو بكر يعني
ما قعدوا وبعدين نزل، اول ما نزل صنع هدف وجاب هدف بالظبط. فهل هو يتحمل مسؤوليه التعادل؟ يمكن لو كان ابو بكر نزل من بدري شويه كان ممكن مجريات المباراه تختلف. انا ما بتفق مع حضرتك تماما في النقطه دي، لان ابو بكر من اللعيبه المميزه جدا، هداف، هداف كبير طبعاً، وهداف مميز، واحد من ابرز اللعيبه اللي موجوده في منتخب الكاميرون. فانا لما يكون عندي زي لاعب زي ده، يمكن دايما ببدا بالقوه الضربه بتاعتي، انا كمدير فني ببدا بالقوه الضربه بتاعتي، على اساس ان انا لو قدرت ان انا احقق تقدم في البدايه اعتقد ان ده بيريحني بشكل كبير جدا. فانا شايف ان في علامات استفهام كتيره جدا بالنسبه لسونج. هل من الممكن ان اكون اخر مشوار لي مع المنتخب الكاميرون، خاصه ان رئيس الاتحاد الكاميروني النجم كبير جدا، نجم عالمي صامويل ايتو. انا شايف ان طبعا اكيد بكل الامور دي بيرصدها بشكل كبير. سونج ما قدرش ان هو يحافظ على بطوله افريقيا اللي كانت بتتلعب في الكاميرون، خرج قدام مصر، شفنا يمكن الحمد لله يمكن كان مصر ساعتها يعني اداء مميز وقدر ان يتخطى. فانا شايف ان الكاميرون مش في تقدم، لا بالعكس. صحيح. انا مش شايف ان يعني لا بتتراجع الى حد كبير. طب في مفاجاه ثانيه في المونديال، منتخب سويسرا ما حدش توقع، ما حدش سمع قبل كده عنهم. يعني امبارح البرازيل فازت بهدف واحد وفي اخر لحظه بالزبط. وكان المنتخب السويسري منظم جدا وقادر يعني يسيطر على مجريات المباراه ده امام منتخب البرازيل، بنتكلم يعني برضه في تايكون كبير طبعا. هل يعتبر ظهور منتخب السويسري رغم الهزيمه بهذا الشكل مفاجاه لينا برضه؟ هل نحسبها او بالنسبه للشارع الكروي مفاجاه ومفاجاه كبيره جدا. لكن احنا بالنسبه لنا، انا يعني متابع منتخب سويسرا، لا انا شايف ان منتخب سويسرا في اخر 10 سنين بيتطور وبشكل كبير جدا، بقى عنده لعيبه مميزه حتى على مستوى المدربين. منتخب سويسرا كمان عنده مدربين على مستوى كبير جدا، يمكن شفنا هنا عندنا مثلا جروس لما مسك الزمالك، لا مدرب كبير، مدرب مميز، مدرب عنده فكر. فاذا الكره السويسريه انا شايف انها بتتقدم بشكل كبير جدا. في دول ما كانش عندها اهتمام بكره القدم، على سبيل المثال مثلا زمان لما كنا نسمع عن اليابان وكوريا الجنوبيه وامريكا، كره القدم دي بالنسبه لهم مش موجوده تماما في الحسابات. لكن لاحظنا ان في اخر 20 سنه مثلا، لا اليابان بقى منتخب عالمي ومنتخب كبير جدا، كوريا الجنوبيه بقى منتخب كبير جدا. شفنا مثلا اليابان قدرت انها تتفوق على المكانات الالمانيه باداء رائع مميز جدا جدا جدا. شفنا ايضا امريكا بتتطور، ايضا سويسرا من هذه المنتخبات اللي انا شايف انها بتتطور بشكل كبير. كره القدم يعني شايف انها بتتغير على مستوى العالم. نتمنى احنا كمان كعرب ان احنا نتغير ونمشي في هذا التغير، وان احنا يكون لينا باع وباع كبير جدا في الفتره اللي جايه طبعا نتمنى. طيب بما احنا برضو بنتكلم عن البرازيل، يعني البرازيل منتخب قوي جدا ومش من دلوقتي، يعني لا من زمان، يعني خلينا نقول ان هو ايكون او يعني ايقونه لكاس العالم، طول عمره مرشح للقب بالظبط. البرازيل معروف يعني البرازيل طبعا بالظبط لاتين امريكا. بس شايف انه اداؤه في النسخه دي من كاس العالم، اداء البرازيل المعهود ولا في تراجع؟ لا في تراجع ولا في تحسن في اداء المنتخبات الثانيه؟ لا هو في تحسن في المنتخبات الثانيه، لكن الكره البرازيليه برضو بقى لها فتره طويله قوي مش ده منتخب او مش دي الكره البرازيليه. يعني احنا من زمان الزمن دايما احنا مصريين نحب الكره البرازيليه قوي قوي قوي، نعشق الكره البرازيليه، لكن انا مش شايف الكره البرازيليه على الساحه العالميه بنفس اللي احنا كنا بنشوفه مثلا في السبعينات والثمانينات. لا خالص، في تراجع. الدليل اللي على كده حضرتك مثلا لما شفنا كاس العالم اللي كانت بتتلعب في البرازيل، حد كان يتوقع ان البرازيل لما تكون البطوله على ارضها انها تتغلب من المانيا بالسبعة؟ ده كان بدايه الانهيار او بدايه مؤشر الهبوط بالنسبه لمنتخب البرازيل في 2014. فمعنى ان البطوله دايما مثلا في منتخبات كده، يعني مثلا على المستوى الافريقي البطوله لما تكون في مصر، صحيح مصر الاقرب. صحيح. بطوله البرازيل موضوع منتهي، لو صحيح. في امريكا الجنوبيه حتى هتلاقي دايما البرازيل هي الاقرب. ايوه صحيح. فانا شايف ان لا البرازيل في السنين معلومه هذا الامر. بس خليني اروح سريعا للعاصمه القطريه الدوحه، على هامش كاس العالم في مجموعه من الصور اللي بيتم تناقلها عبر العالم وبتكون لقطات مميزه جدا لزملائنا المصورين الصحفيين. يعني المصورين الصحفيين ليهم قيمه كبيره عندنا جدا، الكادر الجميل والصوره الحلوه هم صناع هذه الصوره، هم صناع هذا الكادر، سواء كانت اللقطه دي لقطه مشجع اثناء لحظه فرح او لقطه حزن، ممكن تكون لقطه لعيبه وقت احراز الهدف، لقطه اصابه. شفنا صور زي إصابة نيمار في أول ماتشات البرازيل ضد صربيا، واللي صورها زميلنا المصور الصحفي
المصري فريد قطب ومؤسس وكالة فوتوغرافيا للتصوير الرياضي، وهو معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا أستاذ فريد، ويعني طمنا على مغامراتك الصحفية. عملت إيه؟ كنت عملت إيه امبارح في ماتش البرازيل؟ وأجواء كأس العالم عاملة إيه من خلال عدسة الكاميرا بتاعتك؟ صباح الورد مصطفى، صباح الورد يا جمالة، شكرا على التقديمة الحلوة دي. أول حاجة يعني البطولة السنة دي أجواءها يعني حلوة قوي، مختلفة، وماتش امبارح كان حقيقي. هو طبعا البرازيل، انت قلت يعني قلت مقدمة يعني عن البرازيل ان هم حقيقي يعني النسخة دي او النسخة اللي فاتت مش اقوى حاجة، مش دي البرازيل بتوع رونالدو ورونالديني وكل الناس ده، بس برضو البرازيل يعني لو عضن في قصة ما حدش يقبل مكرهم، يعني هم ما بيهرجوش، يعني هم اصلا مولودين راضيين كورة. فبس بس اجواء طبعا جميله جدا. البرازيل يا جماعه مختلفين جدا في تشجيعهم، في لبسهم، في جمهورهم، في طريقتهم، في الباص، لا مختلفين، بيعملوا جو حلو قوي. ليهم طقوسهم كده بالظبط، هم ليهم طقوس كده، ليهم طبخه معينه بيعملوها في الملعب مختلفه عن باقي الجمهور. يعني هم جمال قوي ولعبتهم حلوين قوي. يعني طب يعني انت رصدت ده ازاي من خلال عدسه الكاميرا بتاعتك؟ انا بتعمد، يعني من اكتر الفرق اللي انا بحب ان انا اوصل الملعب بدري شويتين هو البرازيل. يعني البرازيل لا يعني مهم قوي ان انا اوصل الملعب يعني بدري عشان خاطر ارصد كم الالوان الجميله وعلى فكره منظمين جدا. يعني مثلا هم تقريبا حتى الان هم الفريق الوحيد في كل المنتخبات اللي عملوا تيف وكده وحطوا كده تيشرت كبير قوي وفي في 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 المدرجات مع النشيد الوطني في يعني في المدرج يعني. فهم لا هم منظمين جدا. يعني احنا شايفين الصور يا فريد معانا، يمكن زي ما كنا بنتكلم فكره انه الصوره بتسجل لحظات ممكن احنا ما ناخدش بالنا حتى لو احنا بنتفرج وبنكون دقيقين جدا. خليني طيب بس اعرف منك، انت بتغطي تحديدا مثلا ماتشات المجموعه السبعه اللي فيها من ضمنها البرازيل، ولا بتغطي مجموعات مختلفه؟ يعني عايز اعرف منك بتغطي ماتشات ايه تحديدا. لا انا امبارح الصبح كنت في ماتش اقوى ماتش في البطوله، كان الكاميرون وصربيا. ماشي، ويعني كان الساعه 1 بتوقيت الضحى، وبعدين اتحركت على ماتش الساعه 7 اللي هو كان البرازيل. فانا بيبقى عندي يعني بغطي كل الماتشات، بس طبعا بسجل. هو في اليوم في اربع ماتشات، انا ما ينفعش كمصور ان اخذ غير ماتشين بس في اليوم. يعني واحده واربعه او لا واحده وسبعه او اربعه وعشره. من النهارده ان شاء الله خلاص هيكون خلاص الماتشات هيكون من الساعه 6 او الساعه 10. هم بس ماتشين. طب اخش بقى في تفاصيل شغلك. يلا بينا. حته صغيره كده اعرف منك سر عشان تطلع الصوره بقى. قول لي انت بتستنى، يعني بتستنى مثلا فوز معين، بتستنى وقت معين، ولا بتبقى دايما ستاند باي لاي في اي لحظه ان انت تلقط صوره ومش عارف هتطلع عامله ازاي؟ طب انا يعني هديكي مثال كده وسر بسيط. بصي انا دلوقتي قبل اي ماتش لازم، او اصلا قبل اي بطوله لازم احضر كل فرقه وكل منتخب، وده طبعا مش انا اللي بعمل ده لوحدي. انا في صديق ليا اسمه محمد عباس، ده حد متخصص في التفاصيل وفي الكواليس. يعني مثلا هديكي مثال، انا في ورقه حاططها عندي على الفيسبوك بعد ماتش السعوديه والارجنتين، كاتب لي كده من ضمن الكلام طبعا انا معايا 32 ورقه ب 32 منتخب، هو كاتبهم لي، وكل يوم فويس نوت يقول لي خلي بالك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. يعني مثلا فقال لي ايه؟ قال لي كده في جمله: يا فريد، سالم الدوسري الوحيد اللي عنده حلول. وهو اللي حل الموضوع. فانا بكون مركز. يعني مثلا قال لي مثلا في ماتش، قال لي يا فريد كلمني، قال لي يا فريد خلي بالك هازارد وزنه زايد، حاول تبرز صوره
وزنه الزائد. يا فريد خلي بالك من كذا. فلا طبعا محمد عباس على طول معايا بيديني الهنتات اللي تخليني اركز في ده وخليني كل يوم بذاكر الماتش ايه اللي عندي واذاكره. افضل افضل لقطه طيب يا فريد خدتها سواء كانت لقطه عفويه او لقطه انت رتبتها في المونديال؟ بص هي يعني في لقطه انا اعتقد انها لا توصف تاني وانا ما اعتقدش ان انا حصلت قبل كده. واصلا في انا حصل معايا انا كنت صورت كاس العالم في روسيا وكنت حلمت قبل كاس العالم حتى انا كنت حاطط بوست عندي قبلها باربع خمس شهور ان انا حلمت ان صورت ميسي صوره ما صورهاش قبل كده. تمام. حصل في ماتش فرنسا والارجنتين في كاس العالم في روسيا صورت صوره لحظه انكسار مش يعني قويه جدا بس انا حاسس ان الحلم اتحقق في ماتش السعوديه والارجنتين. لو الصوره عندكم ممكن تعرضوها وميسي واقف ولاعب المنتخب السعودي اللي اسمه دلوقتي مش مجمعه وهو بيزقر قدام ميسي بعد هزيمه غير متوقعه واعتقد انها ممكن ما تحصلش تاني. لو السعوديه لعبت الارجنتين 20 مره هتحصل 20 مره. صحيح. فالصوره نفسها الصوره نفسها دي انا بالنسبه لي خلاص بقى انا الم حاجتي واروح على بعض. عنوان المباراه هي عنوان المباراه خلاص جبرت الحمد لله جبرت خلاص. فطبعا دي بالنسبه لي انا ما اعتقدش ان في صوره ممكن تيجي يعني انا احبها اكتر من دي يعني فالحمد لله يعني. طيب يعني فريد قطب طبعا مصور الصحفي ومؤسس وكاله فوتوغرافيا بنشكرك شكرا جزيلا ولسه مستنيين بقى صور كتير طبعا طول ما المونديال مكمل وطول ما كاس العالم مكمل مستنيين صور تانية كمان كتير ولحظات مهمه انت بتسجلها بالعدسه الخاصه بتاعتك. نشكرك جزيل الشكر مره تانية. هرجع لحضرتك مره تانية يا استاذ عبد الله بما ان حضرتك كمان صحفي واحنا لسه بنتكلم عن الصحافه والفوتوغرافيا وتسجيل اللحظات المهمه يمكن الصور دي هي اللي بتقعد معانا بقى بتكمل معانا سنين. طبعا في صوره معينه ان كان في هذه النسخه من كاس العالم او في اي نسخه تانية صوره بالنسبه لك محفوره في ذاكرتك او صوره اكتر صوره لفتت نظرك؟ لا بالنسبه لنا احنا يمكن كصحفيين بالنسبه لنا الصوره شيء مهم جدا 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 وخاصه في المجال الرياضي. بمناسبة الصور يمكن دايما مصور الرياضة بالذات بيختلف عن أي مصور تاني لأن صورة الحركة من أصعب الصور بالنسبة للمصور. صحيح. أنا في صورة بالنسبة لي بقى مش في كأس العالم لكرة القدم لا في كأس العالم لكرة اليد للشباب سنة 93 اللي كانت موجودة في القاهرة اللي احنا أول منتخب خارج أوروبا يفوز بكأس العالم. في صورة كان عملها المرحوم الأستاذ عادل حسني كان في جريدة الأخبار وأنا ساعتها كنت في جريدة الأخبار الله يرحمه. صورة جوهر نبيل وهو بيسدد كورة على منتخب كرواتيا أعتقد في المباراة النهائية. الصورة دي أنا شفتها صورة عالمية ساعتها كنا بنعمل مجلة لكرة اليد خدناها صورة الغلاف. أقسم بالله صورة عالمية من الصعب جدا 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 ان المصور ياخد صوره يعني الصوره ما تتحكيش لازم تتشاف صوره عالميه فعلا. دي خدناها غلاف الصوره دي انت اصلا لما بتقعد تبص فيها انت بتعملها موفي او بتعملها فيلم في دماغك يعني بالزبط. بتتنبأ قبلها كان ايه وبعدها كان ايه طبعا. لما يكون الفريم واقف في لحظه معينه واحد على فكره المصور الصحفي الشاطر كمان بيختار الموقع اللي يقعد فيه بناء طبعا. على رؤيته للفريق اللي بيلعب قدامه اللي صحيح. مثلا اللاعب الفلاني بيبقى عارف تحركاته ايه من صحيح. خبرته هو متابع للرياضه زي ما قال لنا فريق يعني صحيح. بيبقى قاعد في مكان معين عشان ياخد كادر معين بتحركات اللاعب حسابات كتير قوي 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 طبعا فالموضوع مش سهل كده طبعا. برضو ده يرجعنا برضو للذاكره بعيدا عن الرياضه في صور تانيه كبيره كتيره جدا صوره يعني ايه كانت بمناسبه عيد الام صورة أنا مش هنساها برضو للمصور صحفي الأستاذ محمد يوسف الله يرحمه كان صورها ودي فازت بجائزة مصطفى أمين وعلى أمين كانت برضو من الصور المعبرة والمميزة جدا جدا جدا. فالصورة بالنسبة لنا
بألف كلمة. صحيح بجد صحيح. يعني يعني شيء رائع طبعا بالنسبة للصورة طبعا. طيب احنا هنستأذنك هنطلع فاصل سريع جدا نرجع نكمل كلامنا عن كاس العالم وعن الجولة الثانية وايضا عن الماتشات اللي هتتلعب النهاردة بإذن الله. لكن فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضرتك على طول. مرة تانية بنرجع مع حضراتكم والحديث ما زال مستمر عن مونديال كأس العالم. وربما امبارح أيضا شهدنا مباراة مهمة جدا المنتخب غانا مع منتخب كوريا الجنوبية وكان في مفاجآت كتيرة من العيار الثقيل. خلينا نتكلم أكتر مع الناقد الرياضي الأستاذ عبد الله خاطر اللي منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير مصر. مرحب بحضرتك مرة تانية يا فندم. أهلا بيك أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك. قول لي بقى شفت إزاي هذه المباراة؟ لا مباراة كبيرة جدا، مباراة عالمية بصراحة، مش مباراة ما بين فريق أفريقي وأسيوي، لا أنا شفتها مباراة عالمية مميزة بين فريقين كبيرين. منتخب غانا قدر إن هو يتقدم بهدفين، خلاص كله توقع إن خلاص غانا يعني متسيدة الماتش وثلاث نقط في جيبها زي ما بيقولوا يعني بلغة الكورة. لكن ان كوريا الجنوبيه تعود في المباراه وتتعادل 2-2 ده يؤكد ان انت التقدم بهدف او بهدفين انت مش في مأمن، لا خالص طبعا. لسه المباراه بدري. دي متعه كره القدم وهي دي الاثاره بتاع كره القدم اللي احنا بننتظرها. لما كوريا الجنوبيه تتعادل 2-2 اعتقد ان كان خلاص طموحاتها هي المفترض او معنويا هي بقت فوق قوي، وغانا المفترض ان معنويا خلاص نزلت لتحت. لكن برضو منتخب غانا من المنتخبات الكبيره. ليه؟ لان منتخب غانا كله محترفين في انديه اوروبيه كبيره. صحيح. وده ميزه الاحتراف بجد بقى. المحليه حاجه والاحتراف حاجه ثانيه خالص. لما يكون اللاعب محترف وفي انديه كبيره بيتعرض لضغوط اكتر من كده بكتير، فالضغوط دي هي اللي بتولد لاعب دولي مميز كبير قادر ان هو يتعامل مع هذه المواقف الصعبه. منتخب غانا قدر انه يرجع في المباراه ويفوز 3-2. طبعا انا يعني شيء ولا في الاحلام ان احنا نشوف الاداء المميز ده من الافارقه. لكن اللي يعيب على الافارقه ان هم حاجه بطوله وبطوله لا، يعني مستوى مش ثابت يعني مثلا زي المنتخبات الاوروبيه الكبيره يعني. طب بعيدا بقى عن بطوله وبطوله لا، انا عايز اسالك سؤال. في ناس بتقول اراء بتقول انه الافارقه بشكل عام المنتخبات او اللعيبه الافارقه احيانا لما بيحسوا ان هم متقدمين بيبقى خلاص بيرتاحوا بقى او بيصيبهم الكبر او الغرور فالاداء بيبتدي يقل، على عكس مثلا المنتخبات الاوروبيه لما بيتقدموا ده بيزيدهم حماس مثلا. تتفق مع الراي ده ولا لا؟ بتفق مع الراي ده تماما، وده على مستوى الافراد كمان. يعني بنشوف مثلا لعيبه محترفين كبار جدا في الانديه الاوروبيه يمكن عقود بالارقام خياليه وارقام كبيره قوي، بتلاقيه نازل المباراه اللي بعدها بيقاتل كما لو كان عايز يثبت وجوده من جديد. مش خلاص ان هو عمل العقد اللي هو نفسه فيه وبتاع. في المقابل ده بنلاقي عندنا لاعب مصري مجرد انه بيعمل عقد معين او يروح الاهلي والزمالك خلاص بقى بدا ايه يريح، خلاص هو حس ان هو وصل لقمه المجد بتاعه او الطموح بتاعه. هناك الطموح لا يتوقف، وصل لنقطه معينه عايز يوصل للاعلى منها، وصل للسلمه دي عايز يوصل للسلمه الاعلى. فهو ده الاحتراف اللي في اوروبا غير الاحتراف اللي عندنا في مصر. ايه اللي مخلي محمد صلاح مختلف؟ محمد صلاح كل يوم عنده طموح. صحيح. ولذلك نلاحظ ان محمد صلاح ايه النهارده بيحقق رقم قياسي معين، المباراه اللي بعدها بتلاقي بنسمع رقم قياسي جديد، رقم قياسي كذا، فكل يوم عنده طموح جديد وحلم جديد. اتمنى ان اللاعب المصري كل يعني كل اللعيبه المصريين انه يكون عنده طموح وحلم جديد. ليه؟ ما يتوقفش عند نقطه معينه. توقف عند نقطه معينه خلاص بتبدا ترجع، لكن ان انت نظرتك دايما لفوق وللاعلى اعتقد ان ده هو اللي يخلينا متقدمين ويخلينا موجودين في اعلى الاماكن بالنسبه طبعا. للكره الاوروبيه طبعا. طيب ماتش البرتغال واورجواي، طبعا المنتخب البرتغالي يعني غني عن التعريف يعتبر من اهم المنتخبات المشاركه في هذا المونديال، ولكن قيمت ازاي ايضا المنتخب الخاص باورجواي بعد هذه المباراه؟ بص حضرتك يمكن المنتخب البرتغال عنده خبرات كبيره قوي، لعيبه عندها خبرات، لعيبه واثقه من نفسها كمان، مش واصله لحد الغرور، لا في ثقه لنقطه معينه. انا شفت المنتخب البرتغال لا بيلعب بشكل متوازن بشكل كبير جدا دفاعيا وهجوميا،
ولذلك نلاحظ ان منتخب البرتغال قادر ان هو في المباراتين انه يحافظ على دفاعاته بشكل قوي جدا. واجه منتخبين اقوياء، يعني اول مباراه كانت قدام غانا، المباراه الثانيه قدام اورجواي. اورجواي على فكره من المنتخبات برضو اللي مش سهله طبعا، لكن خبره اللعيبه وطموحهم اعتقد انه فارق بشكل كبير جدا معاهم، ولذلك ان هو من اول مباراتين قدر ان هو يتاهل لدور ال 16 بعد عن اي نوع من المفاجآت ومن اي حسابات. فانا شايف ان الخبره ليها دور، الثقه ايضا اللي ما توصلش لحد الغرور بيبقى ليها دور مهم جدا في انها تحقق النجاح المطلوب بالنسبه لاي منتخب. طيب هنروح ماتشات النهارده. في ماتشين بيتلعبوا، يعني خلاص احنا دخلنا في الوقت اللي بيبقى فيه ماتشين بيتلعبوا في نفس الوقت. في ماتشين قطر وهولندا وايضا الاكوادور والسنغال. شايف انه مين هيتاهل النهارده؟ خلاص احنا دي مباريات التاهل لدور ال 16. طبعا. شايف مين هيتاهل النهارده؟ مباراه قطر وهولندا، خلينا نقول انه قطر خلاص يعني مش هتتأهل، بس هل هنقول ممكن النهارده نشوف اداء للمنتخب القطري زي ما بيقولوا كده فور ذا ليجاسي، يعني حاجه كده يعني تفضل موجوده؟ هو المفترض بقى ان هو خلاص ودع البطوله، خسر اول مباراتين، ما عندوش حاجه يبكي عليها، فالمفترض ان هو يقدم مباراه بقى النهارده للشهره بالنسبه له، او يقول يعني يقول حاجه، يعني يقول حاجه للعالم مستمر. ايوه انا موجود، انا موجود، لكن ان هو يواصل الاداء السلبي بتاعه اعتقد ده طبعا مش في صالح يزيد من الصوره الذهنيه بالظبط. فانا اتمنى من المنتخب القطري ان هو يقدم مباراه بقى كبيره، على اساس انه يلعب كره قدم اللي هو ايه، عايز يعني يوصل رساله للعالم كله، لا ان انا يعني اول مبارتين بس كان في لخبطه او في حاجه يعني معينه. لكن طبعا الفرق كبير جدا منتخب هولندا وفي هولندا طبعا حتة منتخب لا في حته طبعاً. والمنتخب القطري مع احترامنا طبعا للاشقاء في قطر اللي كنت اتمنى ان هم يكونوا في مكان افضل من كده بالنسبه للمنتخب، فهم بعاد تماما. فانا شايف ان هولندا لا، المباراه بالنسبه لها هتبقى سهله جدا جدا جدا، هيكون فوز مريح بالنسبه لها وهتتاهل الدور القادم باسهل ما يكون. يعني مين اللي هيتاهل تحديدا؟ توقعاتك طبعا. لا طبعا هولندا طبعا في المباراه دي، هولندا طبعا هتتاهل. طب المباراه الثانيه؟ المباراه الثانيه، المباراه الثانيه من المباراه يعني السنغال والاكوادور، مباراه فيها يعني نديه كبيره جدا بالظبط. لكن انا شايف ان فريق افريقي كبير وفريق لاتيني كبير والاثنين طبعا. السنغال انا شايف ان شاء الله هتكون هي الاقرب. منتخب السنغال على فكره ده منتخب رغم غياب ساديو ماني، انا شايف ان شاء الله ممكن يكون لهم دور مهم جدا في المباراه النهارده ان هم يقدروا يفوزوا بالمباراه. هي قريبه كمان طبعا. فانا شايف ان منتخب السنغال الاقرب، وانا براهن عليه ان هو يوصل للدور القادم وانه ان شاء الله يواصل المشوار بشكل قوي جدا وبشكل مميز، وده اللي احنا بنتمناه كافارقه، يعني ان احنا عايزين الافارقه فعلا يكونوا موجودين وبشكل كبير. طيب في كمان بقى في المجموعه الثانيه في ماتشين مهمين جدا، انجلترا ويلز، امريكا وايران. يعني الماتشين دول بقى موضوع هنا كبير قوي طبعا. ويلز مقدم اداء كويس جدا طبعا، وانجلترا مش هنتكلم، يعني منتخب انجلترا مش هنتكلم، يعني دي مدرسه في حد ذاتها. ده هم اللي يعني هم اللي بداوا كوره، يعني هم يعني الكره يعني هم اللي انشاوا كره القدم او هم اللي عملوها. فطبعا الانجليز اول مباراه لما فازوا على ايران 6-2 اعتقد ان هم وجهوا رساله للجميع ان الكره الانجليزيه عايزه تعود وتعود بقوه جدا صحيح. من خلال هذا المونديال منتخب انجلترا طبعا يعني غني عن تعريف صحيح. عندهم اقوى دوري على مستوى العالم. فده طبعا انا متوقع ان انجلترا اعتقد ان هتكون بالنسبه لها مباراه سهله جدا وهتحقق الفوز وتتاهل للدور القادم. نيجي بقى للمباراه الثانيه، انا شايفها يعني مباراه حربيه او مباراه عسكريه، مش مباراه كره قدم ما بين امريكا وايران. فدي بتفكرنا بمباراتهم الشهيره اللي هي كانت سنه 98 في مونديال فرنسا. اعتقد برضو كانت من المباريات القويه جدا اللي قدرت ان ايران تفوز بها 2-1، لكن مع الفارق بقى امريكا في 98 صحيح. غير امريكا في 2022 صحيح. امريكا انا شايف انها الاقوى واللي هي اللي هتتاهل للدور القادم. على اي حال يعني في مفاجات كتير جدا لا نستبعدها على الاطلاق في مونديال كاس العالم في قطر. كل يوم بنتفاجئ بحاجات جديده، بنشوف منتخبات ربما لم تكن تخطر على بال احد ان هي تتاهل او تكبر، وبنشوف منتخبات كبيره جدا واسماء لامعه وكبيره جدا بتتراجع الى الخلف. على اي حال التحليل والرؤيه
كانت بصحبه استاذنا الاستاذ عبد الله خاطر نقد رياضي اللي شرفنا النهارده في استوديو صباح الخير. شكرك استاذ مصطفى، اشكرك استاذ جمانه، شكرا جزيلا. مشاهدينا 9 صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا حمدين، تفضل يا لميا. شكرا جمانه. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركات أو شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ كوب 27. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لاستعراض نتائج قمة المناخ العالمية كوب 27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية، والتي لاقت إشادة كبيرة من الشركاء الدوليين. وجه الرئيس السيسي باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية أيضا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط لمتابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية وتطورات دعم مصر للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا على مستوى القارة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد. وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة البيانات الأولية للوزارة والتي تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها 3 أحداث عالمية، وهي استمرار تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية. نشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب، وبعدما وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود، قال بايدن إنه قد يلجأ إلى قانون صدر عام 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الإضراب سيضر بملايين الأشخاص ويدمر اقتصاد الولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة، وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تتحمل مسؤوليتها بجدية بالغة للمساعدة في تزويد تايوان بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن النفس. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا نفعيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا والصين. وأوضح سوناك أن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الصين تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنة العالمية. واعتبر سوناك أنه في ظل هذه التحديات فإن لندن لا يمكنها الاعتماد على حجج ومواقف عهد الحرب الباردة، وأن الحكومة البريطانية ستقدم عام 2023 استعراضا محدثا لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة. قادت ثنائية فرنانديز البرتغال لبلوغ دور 16 لكأس العالم بعد فوزها بهدفين دون رد على أوروغواي لتنضم إلى فرنسا والبرازيل. بهذه النتيجة تواجه أوروغواي مهمة صعبة في مباراتها الأخيرة ضد غانا التي حافظت على أملها في التأهل بفوزها بثلاثة أهداف لهدفين على كوريا الجنوبية في المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة. نهاية موجز 9، نعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
كلام كتير دايما بنسمعه عن دور الدولة في الصحة والتعليم، فين الدولة في الصحة والتعليم؟ خلينا نشوف ونتابع اللي عملته لجنة الاستغاثات الطبية في مجلس الوزراء اللي بتجوب المحافظات من خلال قوافل طبية معدة على أعلى مستوى لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. يمكن شفنا خلال الفترة اللي فاتت مجموعة كبيرة من هذه القوافل لفت قرى ومحافظات مصر وجابت فيها طولا وعرضا، كان فيها تخصصات متعددة زي عيادات القلب، الأوعية الدموية، العيادات النفسية والعصبية، عيادات طب الأطفال، عدد كبير جدا ومتنوع جدا من المحافظات ومن أيضا العيادات. خلينا النهاردة نعرف إيه المحافظات اللي تم تحديدها من جانب اللجنة علشان تنزلها خلال الفترة اللي جاية، وهل اليومين اللي جايين هيكون التركيز على المحافظات الحدودية ولا محافظات الصعيد ولا وجه بحري؟ أسئلة كتيرة هنجاوب عليها النهاردة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في رئاسة مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يا ريت تكلمنا عن الدور اللي بتعملوه، أنتوا بتعملوا إيه؟ القوافل دي مجانا ولا مش مجانا؟ جابت محافظات إيه؟ إدينا نظرة سريعة. طيب خليني بس أوضح لحضرتك والسادة المشاهدين إن إحنا عندنا اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في رئاسة مجلس الوزراء. بدأنا مؤخرا بتوجيه من القيادة السياسية ودكتور مصطفى مدبولي بإنشاء وإعداد وتنفيذ العديد من القوافل الطبية الموسعة في جميع أنحاء الجمهورية. حتى إحنا بدأنا في 2021 غطينا 27 محافظة. إحنا القوافل الطبية عندنا مختلفة شوية عن القوافل اللي تم تنفيذها في من خلال قطاعات الصحة المختلفة. إحنا عندنا القوافل الطبية بتكون في 17 عيادة تخصصية، بيكون معانا كمان فريق جراحي، فريق جراحي بينزل بالتزامن في نفس ايام القافله اللي احنا بنشتغلها، بنكشف على الناس على الاوت بيشنت، بنشتغل على النظير الاخر وهو العمليات الجراحيه. يمكن بنركز كمان على عيادات اليوم الواحد، عمليات اليوم الواحد زي الانف واذن، زي الجراحه العامه، بحيث ان احنا بنشتغل العمليات ونبدا نعمل لها فولو اب، ما بتاخدش معانا وقت وبتخرج على طول بشكل سريع. يعني القوافل الطبيه عندنا كمان لما بدانا نكشف على العيانين، بس مش بنكشف على العيانين وبس، لا، احنا عندنا دور مهم جدا وهو ماذا بعد القافلة الطبية. يمكن هو ده الهدف الأسمى من القافلة، مش عايزين نكشف عليهم ونمشي وخلاص ونسيبهم، لا، احنا بنعمل داتابيز. الداتابيز دي عندي قاعدة بيانات. نعم، بنعمل قاعدة بيانات بحيث ان انا يكون معايا حد من الزملاء. اي حد اولا محتاج اي خدمة طبية مش موجودة معايا في القافلة، محتاج فحوصات وابحاث، محتاج جراحة مخ واعصاب، محتاج يروح ابو الريش او الدمرداش او القصر العيني، بنبدا نخلي الزميل ياخد اسمه تليفونه والتشخيص والعمليه او الخدمه المطلوبه. بحيث اول لما نرجع من القافله عندي فريق اسمه فريق التدخل السريع، ده موجود جوه لجنه الاستغاثات الطبيه، ده مسؤول وهو مدرب بشكل كويس جدا على التنسيق لمثل هذه الحالات، ونبدا نطلع لهم قرارات علاج من نفقه الدوله والتامين الصحي وبعض قرارات علاج من رئاسه مجلس الوزراء. ويمكن الجميل في الموضوع ان تعليمات دكتور مصطفى مدبولي دايما ساعدوا الناس على قد ما تقدروا. ليه؟ المواطن لما يستشعر الخدمة الطبية التي تقدمها الدولة له في جميع أنحاء مصر، ده أهم رسالة، بيكون ده هو ده الانتماء. نعم. أصلا نعم، يمكن كان بيرسخ الهوية الوطنية عند المواطنين. وزي ما حضرتك فضلت وقلت، محافظات الحدودية وأقصى صعيد مصر ليه دور مهم جدا علينا وحق كبير جدا، قد يكون اتأخرنا عليه، ولكن إن شاء الله إحنا بنوعد إن إحنا هنكثف الخدمات الطبية التي تقدم له في أقصى صعيد مصر ومحافظات الحدودية. طيب يمكن حضرتك بتنقل لنا دلوقتي صورة حتى غير الصورة المعهودة عن القوافل الطبية اللي كانت يمكن موجودة قبل كده. قوافل طبية مش فكرة جديدة بالنسبة لنا، كانت موجودة لكن الشكل كان مختلف. كنا بنشوف قوافل طبية بتنزل ممكن تعتمد فقط على التشخيص ووجود بعض أو توفير بعض الأدوية. دلوقتي الموضوع مختلف تماما، فأنا برضو عايزة أتأكد مع أو أأكد مع حضرتك على نقطة، فكرة إنه أنا مش بس نازل بأدي مهمة، لا، يعني أنا كل همي إن أنا أقدم خدمة يحتاجها المواطن، خدمة صحية، إن كانت أدوية تشخيص طبعا الأول، ثم أدوية لو في عمليات يوم واحد، ولو في عمليات أكبر من عمليات اليوم واحد كمان بيتم التدخل سريع معها والتعامل معها. نعم، صحيح الكلام ده؟ صحيح الكلام ده. يعني خليني أشكر حضرتك على السؤال ده. يعني كنا لسه في الواحات البحرية مع سيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كنا أربع وخميس وجمعة اللي فاتوا، ويمكن عشان بعد مدينة الواحات البحرية من محافظة الجيزة فبدأنا ناخد فريق جراحي معايا، فبدأنا ننسق لكل الحالات، حتى الناس في بعض الحالات ما
احتاج جراحات مخ واعصاب، احتاج التعرض على الاساتذه المختصين في ابو الريش او الدمرداش او معهد ناصر او القصر العيني. احنا على طول بنتولى التنسيق ليهم مع المستشفيات، بحيث ان هو المريض يبقى جاي من مكان بعيد زي الواحات رايح على الطبيب الاستشاري اللي احنا مرتبين معاه، ما ينتظرش دور، يخش يتعرض على رئيس القسم يتعمل له الخدمه الطبيه اللي محتاجها. انا لسه عندي مريضه امبارح جبتها بتكلمني النهارده الصبح قبل ما اجي على الهواء، بتقول لي انا رحت واتحجزت واتعملت لي جراحه عامه، كان عندها مصروف بالاقامه بكل شيء. يمكن سياده الساده الوزراء المحافظين هم بيتعاونوا معانا في الموضوع ده، لان احيانا في بعض اهالينا في بعض المحافظات يكون مش قادر ان هو يجي، يعني لما اقول لعيان تعالى لي من هنا عشان خاطر اديك خدمه طبيه في القاهره، هيقول لا مش رايح. طبعا. فلما يلاقي الدوله هنا دور تنسيقي مهم قوي ما بين رئاسه مجلس الوزراء وما بين الساده المحافظين والاجهزه التنفيذيه في المحافظات. سياده اللي هو اشرف الداوودي محافظ هنا، كان انا بشكره جدا على الهواء، لان بدا يجيب لي وسائل مواصلات يوفرها لي للمواطنين من اهل هنا. حلو. وابدا انا اسالهم واجيبهم من القاهره ونديهم الخدمه الطبيه لحد ما حجز لهم مكان اقامه واعاشه داخل القاهره. جميل. يعني حتى لو المريض جه النهارده دي نقطه مهمه جدا طبعا، لان انا ممكن اقول انا بقدم خدمه وهتتلقى الخدمه مثلا في القاهره. نعم. زي ما حضرتك قلت. نعم. من هنا الواحات. نعم. البحريه. حلو، هقدم لك الخدمه، بس التنقلات الاقامه ممكن ما اكونش عندي. انا عايز اقول لحضرتك ان هو كمان كان بيبعت معاهم سواق ومندوب من المحافظه. هي. مع اهالينا من هنا يجوا القاهره نكشف عليهم. ربنا يبارك له والله. اه والله، يعني في بعض الحالات هو جاب لنا 28 حاله طرف صناعي، راح جايب اتوبيس كبير جاب فيه ال 28 حاله وديناهم مركز العلاج الطبيعي والتاهيل التابع للقوات المسلحه. انا قابلتهم بنفسي هناك، بدانا نعرضهم على الاستشاريين المختصين، خدنا المؤيسات، بيتناهم في دار الاقامه، اديناهم الاطراف الصناعي، وعلى طول رجعوا لاهاليهم. لو تشوف حاجه كم الفرحه طبعا في المواطنين ويستشعر مدى. انا عايز اقول حاجه، حتى وهو راكب الاتوبيس وراجع لبلده، توفير المياه والشرب والاكل في الاتوبيس من خلال سياده المحافظ. فده الشيء الجميل في الموضوع، وده اللي بنقول دايما يا رب يتقبله مننا. صحيح. عشان هو ده اللي دايم. طبعا. ويمكن دايما احنا بنقول هم اهالينا زي ما انا اهلي، هم دول اهالينا. ولازم كلنا كحكومه بنقول لكل الناس في كل حته، احنا ان شاء الله مش هنسيب حد ولا نسيب اي شبر من ارض مصر الا لما ننزل نعمل قافله طبيه عندهم هناك. انت بشكل شخصي سعيد باللي انت بتعمله؟ حاسس انك في فاليو او في قيمه بتعملها انت، يعني بغض النظر عن ده عمل حكومي وعمل بتاخد منه اجر وخلافه، انا حاسس ان انت يعني انا يمكن حته القوافل الطبيه لما بتنزل حاجه في وسط الناس، انا دايما من الناس اللي بتحب دايما تبقى في وسط المواطنين، ليه؟ بتسمع شكوى المريض ده وده مش عاجبه النظام. يمكن انا كنت واقف في الواحات البحريه والله بقطع بنادي على الاسماء، يعني بنادي على الناس لما لقينا في تزاحم غير طبيعي على عياده العظام، فبدات انا بنفسي اخد التذاكر وانادي على الناس واحد واحد. ليه؟ لان لما حد من الناس تستشعر مسؤول من الدوله ونازل بنفسه واقف على الارض، هتدي رساله ايجابيه. طبعاً. للمواطنين، بتدي رساله ايجابيه عند المواطن البسيط، يقول لك لا لا ده بالواسطه، لا لا بالمحسوبيه، لا لا مش هروح مع الناس. هو عنده كونسبت، عنده تصور ان هي كل حاجه بالوساطه. لا ابدا ابدا، تعال حكي ارجع لي كمجلس وزراء وهتشوف مدى الخدمه الطبيه حاجه تغوتها. احنا لما بننزل على سبيل المثال، انا كنت لسه في منوف محافظه المنوفيه يوم السبت اللي فات، كان معايا المؤسسه المحترمه وهي جمعيه رساله الاعمال الخيريه، كان معايا قرابه 500 متطوع. لما طلبنا من الناس قلت لهم يا جماعه هاتوا لي متطوعين، فجابوا لي متطوعين محبين للخير. يمكن هو ده الشيء الجميل في الموضوع. ليه؟ وارد جدا حد من اهالينا يتعصب عليه. طبعا. وارد جدا، لكن هنا الاحتواء، هنا الهدوء مع المواطن البسيط، وانك تعامله براحه وسكينه، ده مختلف تماما. حتى لو مش هنقدم له خدمه طبيه. صحيح. يمكن زي ما كنت بتكلم مع حضرتك يا فندم، بجانب طبعا التعامل بالهدوء والسكينه وتفهم الوضع، تاني احنا بنغير صوره نمطيه كانت موجوده. نعم. عشان كده بس دي نقطه مهمه جدا. طيب حضرتك كنت بتتكلم عن انه بتتعاملوا وفقا لداتابيز او قاعده بيانات. نعم. وانه انتوا بتجوبوا كل المحافظات، بس اكيد قبل ما قافله بتنظم وبتتحرك لازم بيكون ليها تحضيرات واستعدادات. صحيح. حسب كل محافظه او حسب كل قريه بتنزلوها. ممتاز. ايه التحضيرات دي بقى؟ احنا عندنا الاول مجموعه من التنفيذيين في اعداد اي قافله طبيه. رقم واحد استطلاع المكان، اول حاجه نعرف المكان ده
مستحق ولا غير مستحق. مين اكتر واحد يقدر يقول لي كده؟ هو السيد المحافظ او الجهاز التنفيذي المحافظه من خلال مديريه الضم الاجتماعي. انت اول حاجه بتنسق معها المحافظ. اول حاجه المحافظه، اول حاجه المحافظ. من هو الاكثر استحقاقا وما هي الفئات الاكثر وما هي القريه الاكثر احتياجا؟ صحيح. والاولى بالرعايه، ده مهم جدا. واحتياجا لايه؟ واحتياجا لايه؟ مظبوط. احتياجا لايه بقى؟ يعني عشان حضرتك بتقولي احتياجا ليه مثلا محتاجه تخصص عظام. فنزود اطبائي في العظام. صحيح. الحاجة الثانية لو عنده إمكانيات في المستشفى المركزي القريبة منه أو المستشفى الجامعي، نبدأ على طول ناخد الفريق الجراحي اللي هو جراحي العظام، ونبدأ ناخد كمان معايا فريق التخدير، لأن ده مهم جدا طبعا. لأن في بعض المستشفيات قد يكون عنده ما عندهش الكادر الطبي من التخدير، فلازم أشوف مستلزماتي، هل عنده نقص في الأدوية ولا لا. طيب عندي دور ثاني مهم جدا هو الأدوية. بنبدأ ننسق مع شركات الأدوية. شركات الأدوية عندي مجموعة كبيرة جدا من شركات الأدوية بيتعاونوا معانا في توفير الأدوية. الحمد لله رب العالمين، بنروح المكان بيكون معندي أدوية وبزيادة، يعني أحيانا بنرجع من القافلة معايا أدوية، فهنا بنقدر نتبرع بيهم لمستشفيات المركز الموجودة بحيث نسيبهم لأهالينا هناك. ده الشق الثاني من الموضوع. الشق الثالث من الموضوع أن احنا عندنا مجموعة شركاء نجاح وهم مؤسسات المجتمع المدني. يمكن السيد الرئيس قال عام 2022 هو عام مؤسسات المجتمع المدني، فمن هنا كان لينا نظرة من خلال الدكتور مصطفى مدبولي أن هو استفادوا من الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني لأهالينا في مختلف المحافظات. فبدأنا ننسق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مصر الخير، الأرمان، جمعية رسالة الأعمال الخيرية، عدد كبير جدا من مؤسسات المجتمع المدني. دوره إيه؟ دور مؤسسات المجتمع المدني بينزل معانا بيوفر مستشفى للعيون، تبدأ تكشف على كل الناس معهم كل الفاسيليتيز والتولز، بيبدأ يكشف على الناس ويحول الحالات من خلاله بحيث ان احنا نقضي على قوام الانتظار، نعمل عمليات ميه بيضاء، ميه زرقاء، شبكيه، قرنيه، ونوفر حتى النظارات. يعني لما يجي كمان المريض ليه نظاره، الطبيب كتب له على مقاس نظاره، فيبدا بعد كده يختار الفريم اللي يعجبه، وبعد 10 ايام يتسلم له النظاره بتاعته في نفس المكان. طبعا هي الكلام ده الحقيقه عندي اسئله كتير جدا لحضرتك، لكن احنا معانا دلوقتي اتصال مهم جدا الحقيقه، وهذا الاتصال هو متصل ومتسق ايضا مع جهود وزاره الصحه الحقيقه. يمكن وزاره الصحه اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه لترشيد استخدام مضادات الميكروبات امبارح، ونصحت المواطنين بعدم الافراط في استخدام المضادات الحيويه، واكدت انه ما ينفعش ان احنا نستخدم ادويه المضاد الحيوي بدون استشارة طبيب. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ جمانة، صباح الخير أستاذ مصطفى، تحياتي لك ولمشاهدينا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. طيب لو تطلعنا بقى على أهم بنود الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، يمكن احنا بنسمع الحقيقه وزاره الصحه دايما بتعطي نصائح بعدم استخدام المضادات الحيويه ومضادات الميكروبات، يعني بدون استشاره طبيب او بدون نصيحه طبيب. لماذا هذه الاستراتيجيه الان؟ استاذه جمانه واستاذ صفا، خليني الاول احط الساده المشاهدين في ما هي المضادات الحيويه. المضادات الحيويه هي مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة بأنواع متعددة من البكتيريا. وليه سميناها مضادات حيوية؟ لأنها في بدايتها أول ما تم اكتشافها في الخمسينات 1954 تقريبا كان بيتم تصنيعها من كائنات حية. صحيح. وبالتالي سميت مضادات حيوية لأنها تنتج من كائنات حية لتحارب انتشار أو تقضي أو تقتل على كائنات حية أخرى ضارة. النهاردة بقى هناك لاحظت منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الصحية ووزارة الصحة المصرية أن هناك استخدام مفرط غير مبرر بل ضار من قبل المواطنين للمضادات الحيوية. بيظهر في صورة إيه؟ إنه استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وفي حال حتى وجود وصفة طبية لا يتم استخدام المضادات الحيوية للفترات المكتوبة في الوصفة الطبية. يعني كثير منا بمجرد ما يبدأ المضاد الحيوي يوم يومين بحيث إن حالته تحسنت بيتوقف عن استخدام. نقطة ثالثة في الاستخدام الضار للمضادات الحيوية هي التشارك
في المصابات الحيوية. احنا بنستخدم مضاد الحيوي يوم يومين وبعدين نخليه، واذا حد تاني من افراد الاسرة تعب بنروح متشاركين معاه نقول له انا اخذت المضاد الحيوي ده كويس خده. فهذه الممارسات اللي هي مش بس مقصورة على مصر لكنها موجودة على مستوى العالم وموجودة بشكل كبير في دول اقليم شرق المتوسط، أدت إلى أنه في ما يقرب من 1,200,000 بيتوفوا بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية. جزء منه سببه أن البكتيريا التي صنعت المضادات الحيوية أصلاً للقضاء عليها والتغلب عليها بدأت تكون مقاومة وممانعة لأنواع المضادات الحيوية اللي موجودة عندنا، وبالتالي أصبحت غير فعالة. صحيح. لو الناس استمرت على هذا النهج، منظمة الصحة العالمية بتتوقع أنه في 2050 في 10 مليون واحد هيتوفى. وبالتالي كان لابد أن تبادر وزارة الصحة المصرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإعادة وضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، اللي هي عبارة عن مجموعة من الأركان الأساسية ولها تدريب العاملين في من الكوادر الطبية على الاستخدام الأمثل. أنا النهاردة عشان الدواء هناك من يصرح باستخدامه صحيح. وهو الطبيب، وهناك من يقوم بصرفه وهو الصيدلي، وهناك من يقوم بإعطائه داخل المستشفيات وهم زملاء أعضاء هيئة التمريض. كل دول احنا اشتغلنا عليهم في الفترات السابقة لتدريب الكوادر الطبية على الاستخدام. مفهوم. الأمر. طيب دكتور، انا بس يعني عندنا ايضا مشكلة كبيرة يا دكتور، اللي هي الأكياس اللي بتباع في الصيدليات اللي هي بقى فيها كوكتيل من الأدوية، بيقول لك مثلا دي مجموعة براشيم البرد، بتتباع كده وبتتحط كده لوح في بعض المناطق الشعبية أو الحقن الخاصة بتاعة البرد، واللي بتأخذ أيضا بدون أي رقيب أو حسيب أو رقابة. هل ستمتد الحملة أيضا من أجل مكافحة كل ألوان التعامل الخاطئ مع الدواء؟ هي ممتدة منذ فترة، وإحنا وزارة الصحة المصرية أطلقت عدة تحذيرات سواء من خلال البيانات أو من خلال المداخلات أو من خلال مواقعنا على أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه لا يوجد ما يسمى بالكوكتيل الدواء ولا حقنة البرد ولا مثل هذه الأمور، ضررها شديد جدا، لأنه في النهاية كما قلنا أنه لا يؤخذ الدواء إلا استثناءات قليلة من خلال وصفة إلا من خلال وصفة طبية. أنك لا يوجد أي دراسة بتقول إنه تجميع هذه الأدوية في وقت واحد وتعاطيها في وقت واحد ما هو الضرر الذي يمكن أن تسببه على الجسم وعلى أعضاء الجسم والتفاعلات التي تحدث ما بين أنواع الأدوية، مدى تأثيرها على الصحة صحة الإنسان وضائق أعضائه. فالحقيقة أن دي جزء مهم جدا فعلا من الاستخدام بقى غير المبرر للأدوية بشكل عام. طيب دكتور، حابب أعرف من حضرتك إيه هي آليات التنفيذ الخاصة بأهداف هذه الاستراتيجية؟ هل هو يعني جانب توعوي فقط؟ يعني زي ما ذكرت إن الجزء الأولاني هو التدريب والتوعية، الجزء الثاني إن إحنا اشتغلنا على 227 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة وما يقرب من 85 مستشفى من المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عشان نتابع آليات صرف واستخدام المضادات الحيوية للمرضى في الأقسام الداخلية وفي الرعايات المركزة وفي أجنحة العمليات. الجزء الثالث أنه بعد ما ننتهي من إدخال جميع المستشفيات هنبدأ نتعامل مع استخدام المضادات الحيوية للمرضى المترددين على العيادات الخارجية والمترددين على العيادات الصيدليات سواء كانت عامة أو خاصة. بنشكرك يا دكتور. الدكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة، ربما أوضح لنا التحذير الذي أصدرته وزارة الصحة المصرية لمواطنيها واللي بتؤكد فيه أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية هو خطر جسيم أدى إلى وفاة العديد من المصريين فوق المليون، وأن التوقعات منظمة الصحة العالمية أن هم يوصلوا لعشرة
مليون مواطن بحلول عام 2050 لو استمرنا في نفس النهج ونفس الأسلوب. بنرجع لضيفنا دكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في رئاسة مجلس الوزراء، واللي بيوضح لنا دور الحملة الخاصة به في نزول المحافظات. نرجع مرة تانية دكتور، يعني على جغرافية خريطة القطر المصري، روحنا فين وناقص لنا ايه؟ طيب احنا زي ما قلت لحضرتك من شوية ان احنا روحنا كل المحافظات في 2021. ان شاء الله في 2022 متوقع نروح كمان نغطي كل المحافظات، وبنحاول بقدر الامكان. في ارقام للقرى؟ في ارقام؟ طبعا، احنا كنا لسه في الواحات البحرية عملنا في يومين 2300 مريض في اليومين في 15 عيادة تخصصية. كنا في المنوفية يوم واحد بس كشفنا على 2400 مريض. احنا طبعا برضو عايز يعني استفاد من وجودي النهاردة، ويعني نشكر كتير جدا وزارة التعليم العالي لان هم بشاركوا معانا من خلال المستشفيات الجامعية. المستشفيات الجامعية احنا برضو بنحاول ناخدهم معانا في كل القوافر الطبية، بيوفروا عدد كبير جدا من الاساتذه المتخصصين. حتى الجميل في الموضوع ان هم بينزل معانا اساتذه دكاتره واستاذ مساعد، واقل حد تقريبا بيكون مدرس او مدرس مساعد موجود معانا في القافله عشان تقدر تدي الفائده الكبيره على المواطنين. احنا ان شاء الله متوقع لينا الايام اللي جايه نروح حلايب وشلاتين، متوقع لينا ان شاء الله الاسبوع القادم نكون في حلايب وشلاتين على مدار اسبوع كامل. هنشتغل اول 3 ايام اسبوع كامل، اسبوع كامل ان شاء الله. احنا نسقنا مع ست اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، ان شاء الله هنشتغل 3 ايام مع عيادات خارجيه نكشف على كل الناس، ناخد 4 ايام تانيين استكمال للاسبوع نعمل عمليات جراحيه، واخدين معانا كل الادوات والتجهيزات اللازمه من جامعه الازهر، مشاركين معانا بعدد كبير جدا من الاساتذه المتخصصين والجراحين اللي هيقدروا يشتغلوا العمليات الجراحيه هناك، بحيث ان احنا ما نقدرش نرهق اهالينا ونجيبهم مئات الكيلومترات للقاهره وغيره يعني. وحتى هنحول بعض الحالات الى مستشفيات وزاره الصحه في البحر الاحمر او اقرب مستشفى جامعي ليهم هناك ان شاء الله. طيب دكتور، هذه الخدمه الصحيه موجهه لفئات معينه، فئات الاولى بالرعايه. نعم. او الفئات الاكثر احتياجا. لما بتتوجهوا لمحافظه بعينها او قريه او مركز او او او، ازاي بتبقوا متاكدين ان هذه الخدمه تقدم لمن يستحقها بالفعل؟ طيب خليني اقول لحضرتك، لا احنا الحكومه المصريه لما بيجي لنا اي مريض عايز يعمل قرار علاج على نفقه الدوله مثلا او عايز يتعالج على حساب الدوله، لا احنا مش دورنا احنا نبحث عنه، لا ده مستحق. ده في حاله انه في احتاج، اعتقد ده في حاله مثلا عمليه. نعم. لكن في الحالات الاقل من دي شويه، يعني اقل من العمليه شويه. لا، الوحيد اللي بيبحث عن مدى استحقاق الحاله وهو مؤسسات المجتمع المدني. يعني على سبيل المثال لما تيجي مؤسسه من المؤسسات يتحمل تكاليف عمليات الرمض. تمام. فهنا بيقول لا، في واحد محتاج زرعه قرنيه، فنشوف البطاقه، لو بطاقته ان هو منتفع تامين صحي ممكن نحوله للهيئه العامه للتامين الصحي بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئه. تمام. ونشوف الاقرب فرع ليه ايه ونحوله على هناك ونعمله العمليه على حساب التامين الصحي. واصبح هنا في صدد منظومه قويه جدا وهي وزاره الصحه والسكان، ان هم اصبح عنده كل الامكانيات لعلاج الكثير من المواطنين يعني، فمن خلال قوائم الانتظار والعلاج على نفقه الدوله والتامين الصحي وكمان منظومه التامين الصحي الشامل طبعاً. اللي اصبحت دلوقتي بتغطي ان شاء الله يعني هتغطي كل ربوع مصرنا الحبيبه. صحيح. ولذلك الوحيد اللي بيدور على مدى الاستحقاق هو مؤسسه المجتمع المدني. لكن انا اي مريض جاي لي القافله الطبيه بتقدم له الخدمه. نعم، اقدم له الخدمه بالظبط، لكن ما اقدرش ابحث فيه ان هو مستحق او غير مستحق. لكن احنا بندور على القرية الأولى بالرعاية التي لا يتوفر فيها خدمات طبية، لا يوجد فيها مركز مثلا لطب الأسرة أو عيادة صحية أو غيره، بحيث أن هو ده بيصعب عليه زي ما تفضل الدكتور حسام الغفار أنه ممكن يرجع للصيدلي أو حد يوصف له علاج فيؤدي بضرر بحياته لا قدر الله. بتوفر الأطباء إزاي؟ يعني عندك تخصصات ربما من كل الأشياء، و بتجيبهم ازاي وبتقنعهم ازاي وازاي بيوفقوا ما بين حياتهم ويسافروا ويرجعوا؟ احنا طبعا بننسق مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه ووزاره التعليم العالي ووزاره الصحه المصريه والهيئه العامه للتامين الصحي، بحيث ان يبقى في تكامليه بين كل اطراف التي تقدم الخدمات الطبيه للمواطنين، بحيث ان احنا يقدر المريض يستفاد. يعني لو عندي طفل جاي ما قبل سن المدرسة عمره 5 سنوات أو 4 سنوات ينتفع بالتأمين الصحي ما قبل سن المدرسة. ولذلك هنا نقدر ننسق مع التأمين الصحي،
فنقدم له الخدمة الطبية التي يحتاجها من خلال التأمين الصحي. سريعا جدا، بما ان حضرتك موجود معانا فهنستغل وجودك، القافلة القادمة امتى وفين؟ هل حددت بالفعل ولا لسه؟ احنا عندنا ان شاء الله بإذن الله القافلة الجاية على طول هتكون يوم السبت القادم في مركز طوخ محافظة القليوبية، قرية اسمها صنهرة تقريبا، هنعمل فيها قافلة طبية موسعة ما بين مؤسسة صناع الخير ومجلس الوزراء ومؤسسة السندس لذوي الاحتياجات الخاصة، ودي لها دور كبير جدا في علاج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة وغيره. إن شاء الله اللي بعديها على طول هنسافر يوم الأربعاء بإذن الله في نفس الأسبوع، هيكون موافق يوم 7 تقريبا ديسمبر، هنسافر حريب وشلاتين وهنكون متواجدين هناك إن شاء الله على مدار أسبوع إن شاء الله. شكرك يا دكتور. دكتور محمود محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في برئاسة مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك، ربما أوضحت لنا الجهود اللي بتقوم بها اللجنة في مجال زيارة القرى الأكثر احتياجا والتعامل مع كافة الحالات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه من اهم الاحداث والاخبار اللي حصلت امبارح هو توجيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتعميق الدراسات الخاصه بالاوضاع الاقتصاديه العالميه وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعمليه التنميه، ده طبعا بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحه الاقتصاديه اللي تمت خلال السنوات الماضيه في مجال هذه الاصلاحات او الاصلاحات المتعلقه بالاقتصاد المصري. خلينا نعرف تفاصيل اكثر من دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا بيك. طيب قبل ما نبتدي ننظر للاوضاع الاقتصاديه والاوضاع العالميه اللي موجوده دلوقتي وازاي بتنعكس على الاقتصاد المصري، محتاجين اول نعرف من حضرتك ايه هي اهم المكتسبات اللي قدرنا ان احنا نحصل عليها، المكتسبات الاقتصاديه بالنسبه لمصر خلال الفتره اللي فاتت. يعني طبعا خلينا نبدا يعني مسار التنميه المصري مع بدايه برنامج الاصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016. حققت مصر فيه الكثير من المكتسبات حتى نوفمبر 2019، أهمها دعم مالية الدولة وتطويرها، تحقيق فائض أولي في الموازنة، نجحت الدولة بزيادة الاحتياطي، بالسيطرة على عجز الموازنة. الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من المؤشرات المالية اللي تمت خلال الفترة دي ارتبطت بها انطلاقة كبيرة في مجال المشروعات القومية، ودي اللي هيأت بيئة الاستثمار والانطلاق في قطاعات الزراعة وقطاعات الصناعة. وكان من المفترض بعد ما البرنامج انتهى في نوفمبر 2019 أن يكون عام 2020 عام انطلاقة كبيرة جدا في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاعات الثقيلة، يعني بعد ما الاقتصاد اتخذ قطاعات قاطرة للتنمية زي قطاع التشييد والبناء وقناة السويس والسياحة والاستخراجات البترولية، كل ده كان من المفترض بقى ان بعد ما تهيئت بيئه الاستثمار، بنيه تحتيه، اراضي صناعيه، مواني مطوره، ان القطاعات الثقيله بقى الصناعه والزراعه يتم اطلاقهم في 2020. طبعا اتت ازمه كورونا، جانب كبير من المكتسبات الخاصه ببرنامج الاصلاح الاقتصادي تم ضخها في صوره حزم مسانده للقطاعات المتضرره خلال عام ونص 2020 والنصف الاول من 2021. نجح البرنامج الإصلاح الاقتصادي ومكتسبات الدولة المصرية خلاله إن هما يتوقوا الصدمة بنسبة 100% نيابة عن المواطن. وبدأنا في النصف الثاني من 2021 انطلاقة كبيرة جدا بمعدلات نمو 9%، وديا شيء كان فاق توقعات المؤسسات الدولية وحتى توقعات الاقتصاديين المصريين. 9% ده كان معدل نمو كبير جدا، وكنا بنتوقع انطلاقة كبيرة جدا، لكن مشينا بمعدل بهذا المعدل في النصف الثاني من 2021 وشهر و22 يوم من 2022 بدأت الحرب الأوكرانية في 22/2/2022، الأمر اللي أدى إلى إرباك كبير جدا وإعادة ترتيب أوراق قلاقل كبيرة جدا جدا في الاقتصاد العالمي. يمكن الاقتصاد ما كانش لحق يتنفس علشان يواجه هذه المسألة، ولكن هناك فارق كبير ما بين الأزمتين، أزمة الحرب الأوكرانية وأزمة كورونا. أزمة كورونا كنا احنا عندنا مشكلة ان مفيش طلب، يعني المستهلك ما بيطلبش، فكان المستثمر مش عارف يشتغل لان حجم الطلب كان قليل، ناس قاعدة في البيوت ما بتطلبش اي شيء.
بالعكس بقى، اعتبارا من النصف الثاني ل 2021 ابتدى معدل الاستهلاك يزيد، ابتدى مع التعافي من كورونا الناس محتاجه استهلاكات كبيره جدا، عايزه تعوض سنه ونص صحيح من الغلق صحيح. فكان هناك زياده في الاستهلاك. دي يعني ده اللي خلق اختلاف لتداعيات الحرب الاوكرانيه صحيح. ان بقى عندي طلب كتير جدا وعرض قليل قليل، لان الجهاز الانتاج العالمي اللي توقف تطويره لمده عام ونصف مش قادر يكمل، في نفس الوقت عندي مشاكل في سلاسل الانتاج. هذا الامر لما بيكون عندي طلب كبير والعرض قليل، هذا الامر بيخلق فرص استثماريه صحيح. وده اللي يجب نشتغل عليه. طب خلينا ابقى صريح مع حضرتك، في تصاعد كبير لمعدلات التضخم في كافه انحاء العالم، في كافه دول العالم، في اكبر دول العالم معدلات التضخم في ازدياد. كيف عملت الدوله المصريه على خفض معدلات التضخم؟ ما هو برنامج الحكومه في هذا الامر؟ معدلات التضخم في الاقتصاد الحالي هي يعني عايز اقول ان هي تضخم إداري وليس تضخم اقتصادي، لأن هذه الأمور أو هذا التضخم كان بسبب قرارات إدارية أو قرارات سياسية بعقوبات معينة ترتب عليها ارتفاع كبير في للتضخم في الدول الصناعية اللي بتصدر منتجاتها إلى كل دول العالم، ترتب عليها ارتفاع في أسعار الطاقة بصفة عامة، بالتالي فهذا التضخم تضخم بقرارات. احنا طرف في العالم، احنا مندمجين في العالم. الصعوبة عندنا والتحدي الكبير بالنسبة لمصر ان مصر هي الشريك الاول لروسيا في افريقيا والشرق الاوسط، مصر هي الشريك التجاري الاول لاوكرانيا في افريقيا والشرق الاوسط، مصر هي الشريك التجاري الاول لامريكا في افريقيا والخامس في الشرق الاوسط، الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول لمصر. فشايف حجم التشابكات اللي الاقتصاد المصري صحيح. بيقوم بها. من هنا اشتغلت الدولة المصرية بالعديد من القرارات، اشتغلت بمحاور أو بمحورين متوازنين. المحور الأول هو زيادة الرواتب، أسعار بتزيد، طيب هنزود الرواتب. اشتبعنا كان فيه باقة من علاوات العلاوات في إبريل اللي كان مقرر إن هو كان يتم في شهر 7، كان في إبريل، وكان هناك رفع للحد الأدنى للأجور في إبريل، وكان هناك زيادة في مخصصات السلع التموينية في إبريل، وبعد حزمة إبريل كان هناك حزمة أخرى كانت مؤخرا، وكان في حزمة 300 جنيه وزيادة الحد الأدنى وغيرها من الحزم. احنا لو تتبعنا الحزم المساندة اللي بدأت من تداعيات كورونا واستمرت مع تداعيات الحرب الأوكرانية، بنقول ان الدولة بتشتغل على محور زيادة الأجور. ولما بقول زيادة الأجور وزيادة المعاشات ما بينعكسش فقط على أصحاب الأجور والمعاشات في العاملين في الدولة يعني، لكن ما يحصلوا عليه من أجور بيتم ضخها للبقال والجزار. طبعا هي منظومة متكاملة بالظبط. أكيد طبعا. وفي الجانب الآخر كان هناك محاولة للسيطرة على الأسعار من خلال إجراءات. تابعنا أن لأول مرة كان هناك تسعيرة جبرية صحيح. للخبز الحر، الخبز السياحي. تابعنا أن الدولة المصرية بتطرح سلع بأسعار عادلة في المجمعات الحكومية المتعددة، أيضا بتنشئ الكثير من المعارض، معارض أهلا بالمدارس، معارض أهلا رمضان، الكثير من المعارض. النهاردة السلع الاحتياجات الأساسية للمواطن موجودة في المعارض الحكومية، وده مهم جدا مش بس علشان المواطن يحصل صحيح. على السلع منها صحيح. ولكن علشان يضبط الأسعار في بقية السوق، سيما وأن جانب كبير من التضخم هو مركز في باقة الغذاء صحيح. طيب يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن دراسة معمقة ومتخصصة في الأوضاع الاقتصادية العالمية، لأي مدى وجود هذه الدراسات لما تكون دولة بتتابعها أو بتقوم بها بشكل معمق جدا، لأي مدى ده بينعكس على اتخاذ القرارات الصائبة المختصة والمتعلقة بالاقتصاد؟ يمكن احنا في وقت كورونا شفنا ان بالفعل الخطوات الاستباقية والخطط الاستباقية اللي كانت الدولة اتخذتها شفنا جدواها في كورونا. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان فكرة ان يكون هناك دراسات وتوقعات مستقبلية هي كقاعدة هي موجودة. مجلس الوزراء عنده وحدة للإنذار المبكر وبتقوم بأبحاث، وزارة التخطيط عندها وحدة بتقوم بأبحاث، ولكن توجيه السيد الرئيس بالتركيز على هذه الدراسات و يعني إعطائها الأولوية اللازمة ومتابعتها بيعطيها القوة. يعني ما تبقاش مجرد دراسات يتم نشرها في المجلات ويتم صحيح. وضعها في الأدراج،
ولكن النهارده تركيز الرئيس وتوجيهه بان المنهج العلمي يطبق وان يكون هناك دراسات حقيقيه واضحه، ده معناه ان هذه الدراسات سيتم التركيز عليها خلال الفتره القادمه، وان السيد الرئيس يركز على اتخاذ المنهج العلمي لتجاوز تلك الازمه. في دول عندها ازمات غذاء، وفي دول عندها ازمات طاقه، وفي دول حصلت فيها كوارث كبيره جدا، ولكن مصر ربما الحمد لله لم نلحظ اي تاثير. يعني صحيح في ارتفاع في اسعار العملات الاجنبيه على سهم الدولار، في ارتفاع في اسعار الغذاء، ولكن لو بصيت للمقارنات الاخرى ربما ما لو عملنا كده مقارنه مثلا بسيطه ممكن نقول ايه؟ يعني انا عايز اقول ان دايما احنا عشان بنحب بلدنا دايما بيبقى المعيار عندنا هو الكمال، فانت بتلاقي حد من الاقتصاديين يعني طالع بيكلمك زي كده، ببقى فرحان جدا ان احنا هنحقق صندوق النقد متوقع لنا 4.4 معدل نمو، ووزيره التخطيط عرضت على الرئيس بالامس ان مصر ان شاء الله تحقق معدل نمو 5%، وانا سعيد جدا. بينما كنا في النصف الاول من 2020 كنا سعداء بتحقيق معدل نمو 9%، فازاي احنا كنا سعداء ب 9% وبينما احنا سعداء النهارده بتحقيق 5 رغم ان هي اقل من التسعه بكتير؟ العبره ليست بالكمال، العبره بالظرف العالمي. صحيح. العالم رايح فين؟ انا معدل النمو بالنسبه لي اعلى من المتوسط العالمي ولا لا؟ احنا دايما معدل النمو منذ بدايه برنامج الاصلاح الاقتصادي اعلى من متوسط النمو العالمي. انا معدل التضخم عندي فين؟ ومعدلات التضخم في الدول الاخرى المشابهه لي في الاقتصادات الناشئه فين؟ ففكره ان يعني بيكون هناك تحديات وبنقابلها بابتسامه ليس انكارا للتحديات، ولكنه ادراكا بحجم التحديات وبان حالنا في مواجهه هذه التحديات افضل من غيرنا، سيما وان الاقتصاد المصري يتميز عن غيره من اقتصادات المنطقه بانه متعدد الاوراق، متعدد القطاعات. صحيح. لدينا دول لديها بترول او سياحه، نحن عندنا لدينا بترول، سياحه، زراعه، صناعه، قناه السويس، قطاعات كثيره متنوعه في الاقتصاد المصري. فتنوع الاقتصاد المصري. صحيح. مع ادارته الجيده بيترتب عليه القدره على مواجهه التحديات. ما نركزش بقى زي ما بركز على ارتفاع اسعار، بعرف ان هناك جانب اخر. صحيح. هو زياده اجور. انا عايز اقول رقم واحد بس، ان مخصصات الاجور في الموازنه العامه في 2010 كانت بتزيد قليلا عن 80 مليار دولار. النهارده مخصصات الاجور في الموازنه 80 بتزيد قليلا عن 80 مليار جنيه في 2010. النهارده مخصصات الاجور في الموازنه بتصل الى نحو 400 مليار جنيه، ف 80 مليار اصبحت 400 مليار، بالتاكيد حجم النقود. صحيح. طبعا بكل تاكيد، يعني دي حقيقه. وبعدين زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك فن فكره وجود دراسات معمقه ومتخصصه في المتغيرات العالميه، ان كانت السياسيه اللي بتنعكس على الاقتصاد او المتغيرات الاقتصاديه، ايضا تغيرات متطلبات سوق العمل العالمي اللي بينعكس بطبيعه الحال علينا. زي ما حضرتك قلت احنا مش في معزل عن العالم، دي خطوه مهمه جدا، يمكن هي موجوده من زمان بس فكره الاعتماد عليها. صحيح. بشكل كبير دلوقتي دي نقطة إيجابية شفنا صداها الحقيقة خلال الأزمات العالمية اللي حصلت على مدار السنتين اللي فاتوا. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور وليد جبلة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، نورتنا في صباح الخير. شكرا جزيلا يا فندم. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، كنت معكم أنا مصطفى كفافي، كان بصحبتي زميلتي جمانة ماهر، وكان أيضا معنا زميلتنا لمياء حمدين. بنصبح عليكم مرة ثانية وصباح الخير يا مصر.